السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس اليوم من دروس المراجعة لموضوعي التوزيع الطبيعي وتوزيع ذي الحدين. سنغطي بإذن الله تعالى الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الثالثة، فمتابعة ممتعة للجميع إن شاء الله. نبدأ هذا الدرس إن شاء الله بمراجعة لمفهوم التوزيعات الاحتمالية اللي تعلمناه في الدرس السابق. سنأخذ التوزيع الطبيعي وتوزيع الملتوي والفرق بينهما، ثم سنتعلم نموذج التوزيع الطبيعي، ثم سنأخذ حساب الاحتمال في التوزيع الطبيعي. بعد ذلك ننتقل لموضوعات التجربة ذات الحدين. سنعرف كيف نميز تجربة ذات الحدين، ثم كيف نحسب احتمال ذي الحدين، ثم أخيرا كيف نقرب التوزيع ذي الحدين إلى توزيع طبيعي، ونختم درسنا كعادتنا بمجموعة من الأسئلة من أسئلة الخيارات والصح أم خطأ. نبدأ أولا من موضوع التوزيعات الاحتمالية. تعلمنا ما هو المتغير العشوائي، وقلنا أن المتغير هو المتغير الذي يأخذ قيما لها احتمالات معلومة. فعلى سبيل المثال في تجربة إلقاء مكعب مرقم من 1 إلى 6، قلنا أن المتغير سيأخذ القيم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، وقلنا أن ما هو احتمال ظهور الواحد هو سدس. طيب ما احتمال ظهور الاثنين؟ أيضا سدس، وهكذا. فبالتالي هذه كلها متغير يأخذ قيم معلومة ولها احتمالات معلومة، أنا أعرف الاحتمالات، فبالتالي نحكم عليه بأنه متغير عشوائي. وقلنا أن عندي نوعين، عندي نوع منفصل وعندي نوع متصل. المنفصل زي هذا اللي يكون من 1 إلى 2، من 2 إلى 3، ما في أنصاص، ما في أرباع، ما في أشياء بين الواحد وبين الاثنين، لذلك حسميه منفصل. أما المتصل مثلا لو جينا نتكلم عن أطوال أشخاص، مثلا شخص طوله 1.5 متر مثلا، أو 1.5 متر، 1.5 متر فاصلة 2، يكون في فواصل ما بين الأعداد، فبالتالي نسميه متصل. التوزيع الاحتمالي راح نربط ما بين كل قيمة من قيم المتغير وما بين احتمالها، نربط بينهم من خلال جدول أو من خلال رسم بياني. وقلنا أن لدي شرطين للتوزيع الاحتمالي. الشرط الأول أن تكون جميع الاحتمالات تتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد، ما بين الصفر وما بين الواحد، لأن الصفر هو احتمال الحادثة المستحيلة، فما عندي حادثة احتمالها أقل من صفر، والواحد هو احتمال الحادثة المؤكدة، فما عندي حادثة احتمالها أكثر من المؤكدة، فأعلى احتمال حصل إليه هو الواحد، وأقل احتمال حصل عليه اللي هو الصفر. كذلك قلنا أن هذا الشرط الأول، والشرط الثاني قلنا أن يكون مجموع جميع الاحتمالات يساوي 1، وقلنا أن لدي النوع المنفصل حسب المتغير العشوائي، إذا كان منفصل فنسميه توزيع احتمالي منفصل، وأشهر مثال له اللي هو التوزيع ذي الحدين، والمتصل وأشهر مثال له اللي هو التوزيع الطبيعي. خلونا ندخل في موضوع التوزيع الطبيعي ونتعرف عليه. التوزيع الطبيعي أيها الأخوة الكرام يقول لك إذا كان لديك مجموعة من البيانات، وعادة تكون بيانات كثيرة، يعني مو بيانات مثلا 5 أو 6، لا يكون مثلا بيانات 100 بيان أو أكثر، بيانات كثيرة، يقول لك فإن أغلب البيانات تكون متواجدة في منطقة المنتصف، تكون متواجدة في منطقة المنتصف، والبيانات الكبيرة جدا تكون عددها أقل، يقل عددها، والبيانات الصغيرة برضو يقل عددها، فبالتالي راح نجد أن أغلب البيانات تكون متوسطة، أغلب البيانات تكون مثلا عندي درجات الطلاب مثلا، ولاحظ أن أغلب درجات الطلاب تكون في المتوسط، والطلاب المتفوقين يكونون أقل، والطلاب الضعاف أيضا يكونون أقل. هذا نسميه إذا كانت درجات الطلاب تتوزع بهذا الشكل فنسمي هذا توزيع طبيعي، ونلاحظ في التوزيع الطبيعي أن الشكل يجب أن يكون متماثل على محور واي، يكون متماثل أو على المحور هذا حقه، وأيضا نلاحظ فيه أن الوسط أو المتوسط يساوي الوسيط ويساوي المنوال. المتوسط لماذا؟ لأنه لاحظ أنه الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة يعني تتناسق في بعدها عن المتوسط. والوسيط لماذا؟ لأنه الذي القراءة التي تقع في المنتصف. والمنوال لماذا؟ لأنه القراءة الأكثر تكرارا، فنلاحظ أن المتوسط يساوي الوسيط ويساوي المنوال. لاحظ أن المنحنى هذا يقترب من محور إكس ولا يلمسه، وإنما يقترب منه، وستكون المساحة تحت هذا المنحنى تساوي 1، حتى يكون مجموع الاحتمالات يساوي 1. هذا التوزيع الطبيعي يكون دائما مرتب بهذا الشكل. طيب التوزيعات الغير طبيعية ماذا نسميها؟ نسميها التوزيعات ملتوية.
فقد يكون الالتواء موجب، أي أن البيانات تكون مكثفة في الجهة اليسرى والالتواء جهة اليمين، الالتواء نازل باتجاه الإكس الموجبة، باتجاه الإكس الموجب، لذلك نسميه التواء موجب أو متجهة نحو اليمين، متجهة نحو اليمين، سهم يكون مرتفع من جهة اليسار ونازل من جهة اليمين، أو يكون الالتواء سالب بحيث أن البيانات الكبيرة تكون أكثر هنا ويكون الالتواء نحو اليسار، الالتواء نحو اليسار، أو يكون الالتواء نحو الإكس السالبة، نحو الإكس السالبة، فبالتالي نسمي هذا التواء موجب وهذا التواء سالب. وعندي مثلا هذول المدرجين التكراريين، لو حبيت أني أصنفهم، هل البيانات هنا متوزعة توزيع طبيعي أو توزيع ملتوي؟ لاحظ هنا أن أغلب البيانات موجودة في منطقة الوسط، أغلب البيانات موجودة في منطقة الوسط، ولكن يعني مو شرط يصير دقيق 100%، يعني مثل الرسمة هذه ما شاء الله جميلة، لا لا بد أن يكون، بس أهم شيء الشكل العام أو المظهر العام، والله مظهر توزيع طبيعي، فهنا نقول أن هذه البيانات هنا تتوزع توزيعا طبيعيا، توزيعا طبيعيا، هنا تتوزع توزيعا طبيعيا. أما إذا كانت البيانات بهذا الشكل، لاحظ البيانات الكثيرة موجودة على اليسار والالتواء رايح باتجاه اليمين، فهنا نقول أن هذا التواء موجب أو التواء نحو اليمين، نحو اليمين، فبذلك أستطيع التصنيف بهذا الشكل من خلال ملاحظة المدرج التكراري. لما نجي لنموذج التوزيع الطبيعي، نموذج التوزيع الطبيعي يقول لك إذا كان هذا المتوسط مثل ما ذكرنا لكم، وأخذت أنت انحراف معياري واحد، انحراف معياري ثاني، انحراف معياري ثالث، سواء بالاتجاه الموجب أو بالاتجاه السالب، هنا أيضا انحراف معياري، انحراف معياري، انحراف معياري، فيقول لك أن إحنا قلنا أغلب البيانات تتركز في منطقة المنتصف، فيقول لك أن ما بين الانحراف الأول بالموجب والانحراف الأول بالموجب هناك 68% من البيانات، 68% يعني ثلثين البيانات، أكثر من ثلثين البيانات تكون موجودة هنا في التوزيع الطبيعي في العادة، يعني 34 من المتوسط الانحراف الأول بالموجب و 34% من المتوسط الانحراف الأول بجهة السالب، ومن الانحراف الأول للانحراف الثاني عندك 13.5، لاحظ قلت الكمية، ولاحظ ما بين الانحراف الثاني والثالث 2%، وما بعد الانحراف الثالث عندك فقط 0.5% سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار. هذه النسب ثابتة في نموذج التوزيع الطبيعي، هذه النسب دائما تتكرر معانا في نموذج التوزيع الطبيعي، لذلك في حل المسائل احنا دائما حتى نبني هذا النموذج النسب هذه موجودة عندك انت عارفها، يبقى لك بس انك تعرف ايش، تعرف ما هو المتوسط وما هو الانحراف المعياري، لازم تعرف ما هو المتوسط وما هو الانحراف المعياري حتى تستطيع انك تحل هذه المسائل. خلونا ناخذ مثال الان نبني هذا النموذج. قال لك في هذا المثال الان، قال لك اذا كانت البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا، ومن يوم يقول لك تتوزع توزيعا طبيعيا ترسم نموذج التوزيع الطبيعي. قال لك اذا كان سيجما يساوي 5 والميو تساوي 54، هذا المتوسط وهذا الانحراف، فاوجد الاحتمال ان تكون اكس اكبر من 44. طبعا كل ما عليك انك تسويه انك تبني النموذج. يلا نبني النموذج معا. طبعا تنشئ خط الاعداد، هذا خط الاعداد، تحط هنا المتوسط في المنتصف وحط الخط كذا طويل شوية، وبعدين حط سيجما سيجمتين ثلاث، سيجما سيجمتين ثلاث، ثلاثة من جهة اليمين وثلاثة من جهة اليسار. أنا أحب أطول المتوسط حتى يعني أفرق ها، أو حتى أبني النسب بشكل صحيح. أضع المتوسط هنا، كم قيمة المتوسط؟ المتوسط قال لك والله إنه يساوي ها 54، 54. الانحراف المعياري 5، قلنا نزود سيجما، يلا زود لي سيجما، كم بتصير؟ تصير 59، زود سيجما يصير 64، وزود سيجما يطلع 69، نقص سيجما، الحين نبدأ ننقص سيجما سيجمتين ثلاث، راح تصير كم؟ 49، بعدين 44، وأخيرا 39. كذا أنا بنيت المتوسط والانحراف المعياري بشكل صحيح، بقي علي أني أضع النسب، أني أضع النسب. النسب معروفة بالنسبة لي، احنا قلنا أنها 34%، 13.5% و2% و0.5%، بعد الانحراف الثالث قلنا فقط 0.5%، وهنا برضو نفس الكلام 34، 13.5، 2.5، وهذا النسب قلنا ثابتة في جميع المسائل. بعض الأساتذة وفقهم الله يحب يسوي الشكل الجرسي هذا، أنا حبيت تسويه ولا ما حبيت ترى ما يعني ما يفرق كثير، خلها كما هي.
الآن قال لك احتمال أن الإكس تكون أكبر من 44. أدور وين الـ 44 على خط الأعداد الحين؟ هذه الـ 44 لقيتها، هذه الـ 44. وين اللي أكبر منها؟ الأكبر منها من جهة اليمين ولا من جهة اليسار؟ طبعاً لا شك أن الأكبر من الـ 44 اللي هو 49 الـ 54 وهذول الأرقام. فإذا كل هذه النسب تدخل معي، إذا راح أجمع 13.5 مع 34% مع 34% مع 13.5 مع 2 مع نصف. أو من يعني من الخبرة أنك أنت والله تقول أن مجموع الاحتمالات هنا كم يا شباب حيكون؟ أكيد حيكون 100%، صح ولا لا؟ احنا قلنا مجموع الاحتمالات يكون 100%، فأيهم أسهل، أنك تجمع هذولي ولا تقول 100% ناقص الاثنين ونص هذه؟ ها أسهل أنك تقول أني أخذ 100% ناقص الاثنين وناقص النص هذه، ها. فبالتالي راح نقول أن احتمال أن تكون الإكس أكبر من 44 تساوي كم يا شباب؟ حتساوي 97.5%، 97.5%، وبس يكون خلص الحل. نفس الشيء الحين لو حبيت أنا أشوف المثال الثاني هذا، راح أبني النموذج الآن، أضع خط الأعداد، أحط المتوسط، وأحط زي ما قلنا انحراف، انحرافين ثلاثة من جهة اليمين ومن جهة اليسار، وأبدأ الآن أوزع الأعداد، أضع المتوسط تحت اللي هو كم؟ 35، وأزود انحراف اللي هو 8 3، فبالتالي يصير 38، وبعدين 41، وبعدين بيصير 44، ونقص هنا برضو 32، 29، 26. الآن أقوم بتوزيع النسب المعروفة بالنسبة لي سابقا اللي هي كم؟ 34، 13.5، 2.5، وهنا برضو 34، 13.5، 2.5، وأجي أشوف النسبة اللي هو يبغاها. لاحظ هنا قال لك أبغى أن يكون الإكس أكبر من 38. وين 38؟ هاي 38. وين اللي أكبر منها؟ طبعا الأكبر منها حيكون بهذا الشكل. لاحظ هنا قال لي أكبر من أو يساوي، هنا قال لك أكبر من. في التوزيع الطبيعي ما يفرق، قال لك أكبر من ولا أكبر من أو يساوي، راح يطلع نفس الجواب، ها، لأن 38 هي فعليا مش داخلة معنا في الحسبة، أو دخلت ما تفرق، ها، لأنها على الحد بيدخل معي النسب هذه، بتدخل معي النسب هذه. فبالتالي راح أقول أن X أكبر من 38، وبالتالي حيصير 16%، 13.5 و2 يصير 15.5، ونصف يطلع 16%. وبذلك يعني تكون هذه هي فكرة التوزيع الطبيعي. ننتقل الآن إلى التوزيع ذي الحدين، ونريد أولا أن نعرف ما هي التجربة ذات الحدين. أول شيء، تجربة ذات الحدين هي تجربة يعني ما لها إلا احتمالين، ما لها إلا احتمالين، ممكن نحكم عليها إما بالنجاح وإما بالفشل، ما لها احتمال ثالث. ولو كان لها احتمال ثالث فأني سأجعلها تجربة ذات حدين، يعني لازم أحدد الاحتمال الثالث هذا يدخل مع النجاح ولا يدخل مع الفشل. أعطيكم مثال، لو كنت أنا مثلا أبي أسوي، بفتح محل مثلا لبيع النظارات مثلا، أو أسوي دراسة للطلاب اللي يلبسون نظارات مثلا، وأخذت لي 10 طلاب وسألتهم هل تلبس نظارات؟ طبعا الجواب يكون إما نعم، اللي يلبس نظارات يصير نجاح، واللي ما يلبس نظارات يصير إيش؟ فشل. فهذه تجربة ذات حدين. طيب لو كان في طالب يلبس عدسات لاصقة مثلا، يعني ما يلبس نظارات وإنما يلبس عدسات لاصقة، هل أعتبره نجاح ولا أعتبره فشل؟ يقول لك والله على حسب دراستك، يعني مثلا دراستك والله على ضعف النظر، فأكيد إنه لبس عدسات لاصقة أكيد عنده ضعف إيش؟ أكيد عنده ضعف نظر، فبالتالي راح تعتبره من اللي نعم. أما إذا كان مثلا دراستك تجارية والله بتورد نظارات مثلا للمحل أو شيء، فممكن تعتبره أنت لا. المهم أنك قبل ما تجري دراستك لازم تحدد أنت اللي يلبس عدسات هل هو يدخل مع النعم ولا يدخل مع لا. يعني ما يصلح أنك تبدأ الدراسة ثم بعدين تتفاجأ أن في عندك خيار ثالث. لازم تجعل التجربة ذات حدين، لازم تجعل التجربة ذات حدين. وإذا جعلت التجربة ذات حدين لازم تخرج لك 4 محددات. ما هي المحددات؟ المحدد الأول يا جماعة الخير هو عدد المحاولات المستقلة، اللي هو أنك أنت أخذت 10 أشخاص وبتسألهم معكم نظارات ولا ما معكم نظارات، هذا اللي هو عدد المحاولات المستقلة. فتقول هنا أن الN تساوي 10، الN تساوي 10. طيب ليش مستقلة؟ لأن الطالب الأول إذا كان يلبس نظارة هل يؤثر على الطالب الثاني أنه يلبس نظارة ولا ما يلبس نظارة؟ لا ما يؤثر، لذلك نسميها محاولات إيش؟
محاولات مستقلة، فكل طالب مستقل بكيان عن الشخص الآخر. عناصر المتغير العشوائي X هي عدد مرات النجاح، عدد مرات النجاح. فأنا لما أخذ 10 طلاب يمكن ولا طالب يلبس نظارة، يمكن طالب واحد، يمكن طالبين، يمكن 3، يمكن حتى أصل إلى 10. إذن عندي 11 احتمال ممكن أو 11 خيار ممكن، فأنا لازم أحسب احتمال. هل في احتمالية أنه ولا طالب يلبس نظارة؟ في احتمالية، ولكن الاحتمالية بتصير إيش؟ وتصير بسيطة جدا. ها، وهل في احتمالية ان 10 طلاب يلبسوا النظارات؟ ممكن، ها يصير يعني، بس انه ايش، يصير الاحتمال ضعيف. اغلب الاحتمالات راح تلقاها مثلا ما بين 3 أو 4 طلاب مثلا، لو كانت احتمالية النجاح مثلا 40% واحتمالية الفشل 60%. فبالتالي انا لازم احدد عناصر المتغير العشوائي، ولازم احدد احتمال النجاح، ولازم احدد احتمال الفشل. واحتمال النجاح والفشل لازم يكملوا لي 100%، ها لازم يكملوا لي 100%، او لازم يكملوا لي 1، لان انا ما عندي الا هالحدين هذولي. اذا لابد اني انا اجيب الان اللي هو عدد المحاولات المستقبليه، اجيب عناصر المتغير العشوائي، وهذولي الان والكي يمثلون التجربه المستقبليه، التجربه اللي بسويها انا. باخذ 10 طلاب وبسالهم معكم نظارات او ما معكم نظارات. اما البي والكيو هذولي منين اجيبهم؟ اجيبهم من معلومات الماضي. البي والكيو اعرفهم من معلومات الماضي، ها، ويكفي اني اعطيني احدهم. يعني لو قالك ان احتمال النجاح 40، انت يعني لابد انك تعرف ان احتمال الفشل حيكون 60، لان احنا قلنا لازم احتمال النجاح والفشل يكون مجموعهم يساوي 1. خلونا نشوف بعض الامثله، نحاول نعرف هل التجربه ذات حدين ولا ليست ذات حدين. واذا كان ذات حدين لازم انا اجيب ال4 محددات هذه. يلا نجي نشوف. قالك تم ترقيم مكعب من 1 إلى 6، ثم القي المكعب 10 مرات، وكان المتغير العشوائي X. شوف إذا قال لك المتغير العشوائي X، هذا دائما يدل على النجاح، يدل على النجاح، هذا دائما يدل على النجاح. لازم يقول لك في السؤال وكان المتغير العشوائي X يدل على النجاح، ها، يعني إن النجاح عندك هو ظهور العدد 5. طيب إذا كان المكعب رقم من 1 إلى 6 والنجاح ظهور العدد 5، الفشل وش راح يكون؟ راح يكون ظهور العدد 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6، هذه كلها فشل. النجاح فقط انه يظهر لك العدد ايش؟ العدد 5. طيب نجي نشوف هل التجربة ذات حدين؟ نعم، مع ان هي في لها 6 حدود، لكن انا جعلت النجاح ظهور العدد 5 والفشل هو ظهور بقية الاعداد، اذا صارت تجربة ذات حدين. هل عدد المحاولات المستقلة هنا كم؟ القي المكعب كم مرة؟ 10 مرات، فنقول هنا ان ان تساوي 10 مرات. طيب كم عدد مرات النجاح؟ يمكن ما تنجح ولا مرة، يمكن مرة، يمكن مرتين، يمكن 3، إلين كم؟ إلين 10 مرات، يمكن تنجح 10 مرات كاملة. وطبعاً هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، ولكن الاحتمال يكون ضعيف، الاحتمال يكون ضعيف، ها؟ فبالتالي يكون بهذا الشكل. طيب ما هو احتمال النجاح؟ احتمال النجاح أنه يظهر لك 5. طيب ما هو احتمال ظهور 5؟ سدس، ها؟ احتمال ظهور 5 سدس. طيب ما هو احتمال الفشل؟ إذا كان احتمال النجاح سدس، فاحتمال الفشل حيكون كم؟ حيكون 5/6، حيكون 5/6، ويكون هذا هو احتمال الفشل. إذن هذه تجربة ذات حدين. هل المحاولات مستقلة؟ هل رمي المكعب المرة الأولى يؤثر على المرة الثانية؟ لا ما يؤثر، إذن المحاولات هنا مستقلة، إذن هي تجربة ذات حدين. نشوف معي المثال الثاني. قال ألقيت قطعة نقد 20 مرة، مثلا ريال مثلا، ها، والمتغير العشوائي X يدل على ظهور الكتابة، أي أن النجاح يدل على إيش؟ ظهور الكتابة. فبالتالي هنا عدد مرات المحاولة هو كم؟ هو 20، والمتغير العشوائي عندك يمكن ما تنجح ولا مرة، يمكن مرة، يمكن مرتين، يمكن 3، إلين كم؟ إلين 20 مرة. طيب ما هو احتمال النجاح؟ ما احتمال ظهور الكتابة؟ هيكون نصف. وما احتمال ظهور الشعار؟ ها، هيكون أيضا نصف. ولاحظ أن احتمال النجاح والفشل يساوي 1. هل المحاولات هنا مستقلة؟ نعم، إلقاء قطعة النقود المرة الأولى لا تؤثر على المرة الثانية، إذا راح نقول أن هذه تجربة ذات حدين، تجربة ذات حدين، ما عندي مشكلة فيها. شوف المثال الثالث. قال لك صندوق به 52 كرة، 13 حمراء و13 كرة زرقاء و13 بيضاء و13 صفراء، سحبت 10 كرات على التوالي دون إرجاع، وكان المتغير العشوائي X يدل على الكرات البيضاء المسحوبة، أي أن النجاح هو سحب كرة بيضاء، سحب كرة بيضاء. عدد المحاولات هنا كم يا شباب؟ كم مرة سحبنا الكرة حنا؟ حيكون 10. الإكس هنا تساوي كم؟ ها هنا N، ها N. الإكس بيكون تنجح مرة ولا مرة، أو مرة أو مرتين أو 3 إلين 10، ها
إلين 10 بهذا الشكل. احتمالية النجاح تقول والله عندي أنا 13 بطاقة بيضاء ومن أصل 52 بطاقة، واحتمالية الفشل حيكون الباقي اللي هو 13 الصفراء و13 زرقاء و13 حمراء اللي هي 39 على 52، هذه طبعا ربع وهذه ثلاثة أرباع، مجموعهم يساوي 1. لكن هل هذه تجربة ذات حدين يا شباب؟ لا، هذه ليست تجربة ذات حدين، ليست تجربة ذات حدين. لماذا؟ لأن قالك دون ارجع. طيب أنا إذا سحبت بطاقة وما رجع أو كرة عفوا وما رجعتها، فبالتالي أثرت على التجربة الثانية ولا ما أثرت؟ أثرت، لأن المعاينة اللي نقولك لأن المحاولات غير مستقلة، ولجعلها تجربة ذات حدين ماذا أفعل يا شباب؟ عفوا، لجعلها تجربة ذات حدين يجب إرجاع البطاقة، يجب إرجاع البطاقة. طيب خلونا ننتقل الآن إلى كيف نحسب الاحتمال. الحين قلنا إحنا عندنا في المتغير العشوائي أبغى أحسب احتمال الصفر وأحسب احتمال الواحد وأحسب احتمال الاثنين إلين العشرة، فأنا أقدر أحسب احتمال أي واحد منهم. كيف أحسب أنا الاحتمال؟ راح نشوف الآن. الآن إذا كان عندك أنت المحددات اللي جبتها في تجربة ذات الحدين اللي هي الـ N عدد المحاولات، وجبت أنت متغير العشوائي X اللي يبدأ 0 1 2 حتى الـ N، وصلتها وتبغى تحسب احتمالهم. عندك احتمال النجاح وعندك احتمال الفشل، وقلنا أن احتمال النجاح والفشل مجموعهم يساوي 1. راح تقول أن احتمال أي رقم من هالأرقام هذه، أي إكس من الإكسات هذه، مثلا لو كان عندك أنت الـ N تساوي 5 مثلا، حلو، مثلا والنجاح مثلا 30% والفشل 70% مثلا على سبيل المثال، وقال لك والله أبغاك تحسب لي احتمال الثلاثة، أنت أقصى شيء عندك إيش؟ الخمسة. قال لك أبغاك تحسب لي احتمال الثلاثة. أول شيء طبق التوافيق هذه، طبق التوافيق، تحط العدد الكلي والعدد اللي أنت تبغى تحسب احتماله، فراح أقول 5C3، 5C3، وهذه وش يا شباب؟ هذه توافيق، توافيق. وبعدين احتمال النجاح أس 3 واحتمال الفشل. طيب أنا إذا كان عندي 5 محاولات نجحت 3 مرات أصير كم فشلت مرة؟ فشلت مرتين، فشلت مرتين. لاحظ القانون صعب كتابة ولكنه سهل تطبيقا، تطبيقه سهل. لاحظ أنت نجحت 3 مرات لكنك فشلت كم مرة؟ فشلت مرة. أكيد إذا نجحت 3 مرات حتفشل مرتين، فأنت تقول P أس 3 و Q أس 2، وبعدين تحسب والله هذه كم تساوي، هذه كم تساوي. يعني عندك احتمال النجاح معروف واحتمال الفشل معروف والتوافيق معروفة، تضربهم مع بعض وراح يعطيك الاحتمال الناتج. خلنا ناخذ مثال عملي على هذا الكلام. قالك في اختيار متعدد مكون من 5 أسئلة، يعني عندي كم محاولة أنا هنا؟ عندي 5 محاولات، وكل سؤال يحتوي على 4 خيارات أحدها صحيحة. إذا كان عندك 4 خيارات واحد منها صحيحة، فاحتمال أنك تنجح حيكون كم؟ حيكون 1 من أصل 4، واحتمال أنك تفشل حيكون 3 خيارات من أصل 4. أراد طالب الإجابة بشكل عشوائي على الأسئلة، ما احتمال أن يجيب على 4 إجابات صحيحة؟ إذن النجاح أنه يجاوب على 4 إجابات صحيحة، فبالتالي راح أقول أنا أبغى احتمال أنه يجاوب على 4 إجابات صحيحة. نطبق القانون قبل شوي، فبقول 5C4، أبدأ العدد الكلي توافيق العدد اللي أنا أبغى أحسبه. كم مرة نجح؟ والله نجح 4 مرات. كم مرة فشل؟ والله فشل مرة واحدة، لأنه هو إذا كان 5 أسئلة بيرجح 4 مرات أكيد بيفشل في سؤال واحد. الآن أقوم بالحسابات، 5C4 تساوي 5، النجاح عندك اللي هو ربع أس 4، وعندك 3/4 أس 1. تقوم الآن بعملية الضرب، حيطلع معك الناتج 15 على 1024، وهذا لما تجي تحسبها يعني كرقم عشري يطلع لك 0.0146، يعني تقريبا 1.5% أنه يجاوب 4 إجابات صحيحة، ويعني تقريبا 98.5% أنه ما يجيب 4 إجابات صحيحة لأنه جاوب بشكل عشوائي. طيب خلونا نشوف الحين كيف نقرب توزيع ذات الحدين، أو قبل ذلك خلونا ناخذ كذا مثال حلو أحب أشرح لكم إياه على السريع. تخيل أن عندي لاعب مشهور وقلت له أبغاك تسدد لي مثلا 5 بلنتيات مثلا، حلو، مثلا أبغاك تسدد 5 بلنتيات.
فاحتمال لاعب ما يسجل ولا واحدة، احتمال يسجل واحدة، احتمال يسجل ثنتين، احتمال يسجل ثلاثة، احتمال يسجل أربعة، احتمال يسجل خمس. لو كان لاعب شهير الاحتمال الأكبر أنه يسجل كم؟ احتمال أنه يسجل خمسة، صح ولا لا؟ بالكثير يسجل كم؟ يسجل أربعة. كيف حكمتنا أنه يسجل أربعة وخمسة أكثر؟ طيب يمكن ما يسجل ولا واحدة، نعم ممكن، ولكن احتمال يصير إيش؟ ضعيف. يسجل واحدة احتمال بس أكبر من الصفر، يعني ها أنه يسجل واحدة، وهكذا يكبر الاحتمال. ليه؟ لأني حكمت لأن احتمالية النجاح من المعلومات السابقة اللي عندي أنه والله يسجل 95% من التسديدات عادة هو، فبالتالي حيكون أقرب ما له أنه يسجل الخمسة، وإذا ما سجل خمسة بيسجل أربعة، ويعني ثلاثة واثنين وواحد هذه كل ما لها وإيش تقل، يقل الاحتمال بالنسبة لها، لأن احتمالية الفشل عنده فقط 5% لو كان لاعب شهير، لو كان لاعب شهير. طيب تخيلوا أني أنا مثلا بسدد الخمس بلديات، وأنا مدرس رياضيات ولا أعرف الكورة، ها فالاحتمال الأغلب أني أنا ما راح أسجل ولا بلنتي، يعني ولا بسجل واحد بالكثير. ليه؟ لأن احتمالية النجاح عندي حتكون هي 5%، واحتمالية الفشل حتكون هي الأكبر، هي 95%. فلو سجلت خمس بلنتيات هذا يعني من الصدف، الصدفة خير من ألف ميعاد زي ما يقولون، ها. فبالتالي هذه يعني، فبالتالي نلاحظ أن بيانات النجاح والفشل تتحكم في توزيع الاحتمالات. لذلك احنا حناخذ حاجة اسمها المتوسط والتباين والانحراف المعياري في توزيع ذي الحدين. فمثلا لو كان عندي لاعب كرة القدم يريد تسديد 200 ركلة جزاء، ها، وكان اللاعب يسجل 75% في العادة، فبالتالي هنا لو أجي أقول أن عدد المحاولات هنا عندي 200، واحتمالية النجاح عنده 75%، احتمالية الفشل حتصير كم؟ حتصير 25%. المتوسط أحسبه بهذه العلاقة، أني أضرب الN في البي، أضرب الN في البي بشكل بسيط. أما التباين والانحراف المعياري، فالتباين أضرب الN في البي في الكيو، والانحراف المعياري طبعا هو جذر للتباين. فبالتالي راح أقول الآن أن المتوسط ميو يساوي N في P، فأضرب الحين الN 200 مثل ما أنتم شايفين في البي اللي هي 75%، فهي راح يطلع الناتج كم؟ حيطلع الناتج 150 ركلة. وبالتالي لو كان أنت عندك هنا المتغير العشوائي طبعا حيكون 0 أو 1 أو 2 أو 3 وهكذا إلين 200، صح ولا لا؟ فأكثر احتمال أن اللاعب بيسجل كم؟ بيسجل 150 أو حولها 149 151، كل ما ابتعدنا عن المتوسط كلما قل ليش الاحتمال بهذا الشكل. طيب التباين اللي عندك، ها، ما هو التباين؟ N في P في Q، فبالتالي ايش راح أقول؟ راح أقول 200 في 0.75 في 0.25، فبالتالي حيطلع الناتج معي 37.5 37.5. وإذا حبيت أني أحسب الانحراف المعياري فأقول هو جذر التباين، جذر التباين اللي هو جذر 37.5 اللي هو بيطلع معي كم؟ حيطلع معي 6.12، يطلع معي 6.12. وش أستفيد من هذه المعلومات اللي عندي؟ أحياناً تكون الأعداد كبيرة زي 200 ركلة جزاء ويطلب منك احتمال كبير جداً، مثل السؤال التالي. شوف معي الآن، قال لك أراد لاعب كرة قدم تسديد 200 ركلة من نقطة الجزاء، نفس السؤال، قال لك ما احتمال أن يحرز أكثر من 162 هدف؟ أكثر من 162 يعني إيش؟ يعني احتمال 163 واحتمال 164 واحتمال 165 وهكذا حتى أصل إلى احتمال الكم؟ إلى احتمال أن يسجل 200 ركلة جزاء. طبعا إذا جيت تحسب هذولي حتلقى والله عدد كبير من الـ يعني الـ الحلول، فبالتالي يعني تستهلك وقت كبير، وفي النهاية أنت لن تحصل على عدد دقيق يعني، وإنما ستحصل على مؤشر فقط. فبالتالي راح نقرب هذا التوزيع إلى توزيع طبيعي. أنا أعرف المتوسط قلنا أنه 150، وأعرف الانحراف المعياري أنه 6.12، وبما أن احنا قاعد نقرب خلينا نقول أنه يساوي كم؟ يساوي 6. راح أبني الحين نموذج التوزيع الطبيعي وأضع خط الأعداد، أضع هنا المتوسط، انحراف انحرافين ثلاثة، انحراف انحرافين ثلاثة، وأبدأ الحين بسم الله هنا 150 أزود 6 156 162، خلاص ما يحتاج أكتب الأرقام الباقية، أوزع النسب الآن لأن أنا أبغى 162، صح ولا لا؟
فأنا عندي هنا 34، 13.5، 2.5، وأجي هنا الآن بكل بساطة وأجي أقول أبغى القيمة الأكبر من 162، نلاحظ أن فقط هذه، فبالتالي احتمال أنه يصل تهديفه إلى أكثر من 162 حيكون كم يا شباب؟ حيكون فقط 2.5%، 97% ونصف حيكون أنه يسجل أقل من 162 هدف، وقلنا أغلب الاحتمالات تتراوح حول 150. نختم هذا الدرس ببعض الأسئلة للتقييم. يلا نسمي بسم الله. قالك تعتبر التوزيع الطبيعي من التوزيعات ذات المتغير العشوائي المتصل، هذا نعم، وذو الحدين منفصل وطبيعي متصل. الالتواء الموجب يكون نحو اليسار؟ لا طبعا، الالتواء الموجب يكون نحو اليمين. في التوزيع الطبيعي يتساوي الوسط مع الوسيط والمنوال، هذا نعم. في تجربة ذات حدين إذا كان احتمال النجاح 50% فإن احتمال الفشل 40%، لا يمكن، لأن لازم احتمال النجاح والفشل يكملون 100%، فهنا عندي 10% وين راحت؟ ها؟ يشترط في التوزيع ذي الحدين تكون المحاولات إن مستقلة، نعم، وإذا ما كانت مستقلة لا يعتبر توزيع ذي حدين. نشوف السؤالين هذه أيضا. قالك في مجموعة بيانات تتوزع توزيعا طبيعيا وميو 20 وسيجما 30، على طول قلنا نسوي نموذج التوزيع الطبيعي، سيجما سيجمتين 3، سيجما سيجمتين 3، عندك المتوسط 20 والانحراف إذا هنا 17 اللي هو يبغاها، خلاص أكتفي بهذا القدر وأوزع النسب اللي عندي. قالك أبغى الإكس أكبر من 17، فأنت بتقول 34، وهنا 34، 13.5، 2.5، وهنا 13.5، 2.5، فأنت تبغى اللي أكبر من 17، فبالتالي هتحسب هذول كلهم حيصيرون، ها طبعا أنت ممكن تشيل 16% فيبقى لك 84%. هنا قالك في تجربة ذات الحدين إذا كانت الـN 5 والنجاح 25% أوجد احتمال الثلاثة، فأنت تقول احتمال الثلاثة يساويها 5C3، النجاح اللي هو ربع أس 3، والفشل 3/4 أس إيش؟ طبعا النجاح ربع، أكيد الفشل حيصير 3/4 أس 2. لما تجي تحسبها حتلقى الناتج يطلع 90/1024، اللي هو لما نجي نحسبه حيطلع تقريبا 0.0878، أو تقريبا حيكون 9%، ها أقرب ماله حيكون 9%. كذا نكون احنا يعني أخذنا اليوم ما هو المتغير العشوائي والتوزيع الاحتمالي، تعرفنا على التوزيع الطبيعي والملتوي، وحسبنا الاحتمال في التوزيع الطبيعي، وثم ميزنا التجربة ذات الحدين وحسبنا احتمالها، ثم قربناها إلى توزيع طبيعي، وختمنا بالتقويم. شكرا لكم لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الطلاب والطالبات معنا على قناة عين في منهج أحياء 3. سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن التنفس الخلوي والتكاثر الخلوي. أهداف درسنا لهذا اليوم طبعا متنوعة، تتعلق بمراحل التنفس الخلوي وكيف يقوم الطالب بعملية تلخيص مراحل التنفس الخلوي، أيضا معرفة الطالب للمراحل الأساسية لدورة الخلية، بالإضافة إلى ذلك مراحل الطور البيني والتعرف على هذه المراحل، وأيضا التعرف على خصائص مراحل الانقسام المتساوية. نأتي أولا في عملية التنفس الخلوي. ما هي أهمية التنفس الخلوي؟ لابد أن نطرح هذا السؤال في البدء، لأنه مهم جدا أن نعلم أو نتعرف على أهمية التنفس الخلوي. تكمن أهمية التنفس الخلوي في أن المخلوقات الحية تحصل على الطاقة من خلال الغذاء عبر عملية التنفس الخلوي. إذن أهمية التنفس الخلوي تكمن في عملية حصول المخلوقات الحية على الطاقة من غذائها من خلال عملية أو عبر عملية التنفس الخلوي. علمنا سابقا أن جميع الكائنات الحية هي تحتاج إلى الطاقة للقيام بالوظائف الحيوية. فعلى سبيل المثال، لو ناخذ بشكل سريع مثال، مثلا عملية التنفس للكائن الحي هي تحتاج إلى طاقة، عملية الإخراج تحتاج إلى طاقة، عملية التكاثر تحتاج إلى طاقة، عملية الاستجابة للمثيرات تحتاج إلى طاقة. إذن جميع هذه العمليات الحيوية هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى طاقة. فبالتالي الآن الكائن الحي يسعى للحصول على الطاقة من خلال عملية ماذا؟ الغذاء، ولكن عبر آلية تسمى عملية التنفس الخلوي. لو لاحظنا الآن في معادلة التنفس الخلوي، نجد أنه في المواد المتفاعلة هنالك سكر الجلوكوز اللي هو عبارة عن C6H12O6، هذا عبارة عن سكر ماذا؟ الجلوكوز، زائدا غاز الأكسجين اللي هو 6O2. الآن النواتج، ما هي نواتج هذا التفاعل؟ ما هو ناتج تفاعل سكر الجلوكوز وغاز الأكسجين؟ طبعا نجد أن ناتج التفاعل هو عبارة عن أولا 6CO2 اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، زائدا 6H2O اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الماء، معروف طبعا، بالإضافة إلى ذلك ينتج أيضا الطاقة أو الإنرجي. إذن في معادلة التنفس الخلوي، في هذه المعادلة معادلة التنفس الخلوي، نجد أن المواد المتفاعلة هي عبارة عن ماذا؟ سكر الجلوكوز والأكسجين، كما هو واضح الآن معنا في هذه المعادلة. فالناتج لهذا التفاعل هو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون وماء، وأيضا ماذا؟ الطاقة. مراحل التنفس الخلوي، مراحل التنفس ماذا؟ الخلوي. نجد أن مراحل التنفس الخلوي تقسم إلى قسمين، مراحل التنفس الخلوي تقسم إلى قسمين. القسم الأول من مراحل أو عملية التنفس الخلوي، القسم الأول وهو ما يسمى بالجلايكوليسيس اللي هو عبارة عن التحلل السكري. إذا النوع الأول من مراحل التنفس الخلوي هو عبارة عن التحلل السكري. أما النوع الثاني من مراحل التنفس الخلوي هو ما يسمى بالتنفس الهوائي. لو أتينا الآن إلى النوع الأول وهو التحلل السكري، ما هو المقصود بعملية التحلل السكري؟ ما هو أو ما هي عملية التحلل السكري؟ لو لاحظنا الآن أنه عملية التحلل السكري هي عبارة عن مرحلة لا هوائية، وطبعا لابد أن نركز على هذه الكلمة،
التحلل السكري هي عبارة عن مرحلة ماذا؟ لا هوائية بين قوسين لا تتطلب وجود أكسجين. لا تتطلب وجود ماذا؟ أكسجين. أين تحدث؟ أين تحدث هذه العملية؟ عملية التحلل السكري تحدث في السيتوبلازم. تحدث أين؟ في السيتوبلازم. لكن دعونا هنا نتوقف في ملاحظة جدا مهمة. عندما نذكر أنها مرحلة لا هوائية لا نقصد بها الهواء، نقصد فقط غاز الأكسجين، أي لا تتطلب وجود ماذا؟ الأكسجين. لأنه عندما نذكر الهواء، الهواء هو عبارة عن خليط أو مجموعة غازات. الهواء يحتوي على مجموعة ماذا؟ غازات، ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، غاز الأكسجين، غاز الأوزون إلى آخره. فالهواء يحتوي على عدة غازات، لكن الذي يهمنا في عملية التحلل السكري هو عدم وجود الأكسجين فقط، عدم وجود ماذا؟ الأكسجين فقط. أما المرحلة أو النوع الآخر من مراحل التنفس الخلوي وهو يسمى بالتنفس ماذا؟ الهوائي. طبعا كما هو واضح تنفس هوائي إذن هي عبارة عن عملية هوائية تشمل حلقة إكريبس وسلسلة نقل الإلكترون. إذن تشمل حلقة إكريبس وأيضا سلسلة نقل الإلكترون. أيضا مكان حدوث عملية التنفس الهوائي تحدث في الميتوكوندريا. تحدث أين؟ في عضية الميتوكوندريا. إذن لو جينا بشكل سريع وطرحنا السؤال، ما هي الاختلافات بين التحلل السكري والتنفس الهوائي، أو قارن بين التحلل السكري والتنفس الهوائي؟ نجد أن الاختلاف بين التحلل السكري والتنفس الهوائي أولا بحاجة أو عدم الحاجة إلى الأكسجين، هذا أولا. بالإضافة إلى ذلك أنه مكان حدوث العملية يختلف. فتحلل السكري يحدث أو تحدث هذه العملية في السيتوبلازم، أما التنفس الهوائي تحدث هذه العملية في عضية الميتوكوندريا المسؤولة عن الطاقة في الخلية. إذن مراحل التنفس الخلوي، التحلل السكري والتنفس الهوائي. نأتي الآن إلى التحلل السكري أو الجلايكوليسيس. التحلل السكري أو الجلايكوليسيس، نلاحظ أن عملية التحلل السكري تحدث بمعزل عن الأكسجين، أي بغياب الأكسجين، بعدم وجود الأكسجين. طيب ماذا يحدث عندما تتم هذه العملية؟ يتم تحليل الجلوكوز في السيتوبلازم. يتم تحليل الجلوكوز أين؟ في السيتوبلازم. أخذنا سابقا الجلوكوز. ما هو الجلوكوز؟ ذكرنا سابقا أن الجلوكوز هو عبارة عن سكر أحادي بسيط. هو عبارة عن ماذا؟ سكر أحادي بسيط. إذن أول خطوة من خطوات التحلل السكري تحدث في غياب الأكسجين، وهذه نقطة جدا مهمة ولا بد أن نركز عليها. التحلل السكري تحدث بمعزل عن الأكسجين، ويتم بها عملية تحليل الجلوكوز. هذا السكر يتم تحليله إلى جزيئات بسيطة جدا. أين تحدث هذه العملية كما ذكرنا قبل قليل؟ تحدث في السيتوبلازم. طيب الآن ماذا سوف يكون بعد عملية تحليل سكر الجلوكوز؟ في المرحلة التالية يتم إنتاج جزيئين من حمض البيروفيت. يتم إنتاج جزيئين من حمض ماذا؟ البيروفيت. المحصلة النهائية لعملية التحلل السكري، أي المجمل النهائي أو الخلاصة في عملية التحلل السكري، أنه الطاقة الناتجة في هذه المرحلة اللي هي عملية التحلل السكري سوف يكون عندي 2 ناد H، بالإضافة إلى ذلك 2 ATP. إذن هذه هي المحصلة النهائية من طاقة في مرحلة التحلل السكري. لو أتينا الآن في هذا الشكل، طبعا في عملية التحلل السكري هذا الشكل عبارة عن ماذا؟ خطوات التحلل السكري. نجد في الأعلى سكر الجلوكوز كما نلاحظ. لو لاحظنا الآن سكر ماذا؟ الجلوكوز.
سكر الجلوكوز يتكون من 6 ذرات من الكربون، كما نلاحظ سكر الجلوكوز كما نلاحظ 6 ذرات من الكربون. بواسطة طبعا الطاقة الـ ATP كما نلاحظ الآن، طبعا الـ ATP هي نواتج التفاعلات أو عبارة عن مسؤولة في التفاعلات الضوئية. تفاعلات ماذا؟ الضوئية. الـ ATP يتحول إلى الـ ADP. ADP. لماذا تحول الـ ATP إلى ADP؟ الـ ATP هو عبارة عن أدنوزين تراي فوسفيت. اختصار الـ ATP أدنوزين تراي فوسفيت، أي أدنوزين ثلاثي الفوسفات. فقد فوسفات فأصبح أدنوزين داي فوسفات. أدنوزين داي ماذا؟ فوسفات. فأصبح ADP. ADP. فنلاحظ الآن تكون عندي ماذا؟ تكون عندي أيضا السكر الجلوكوز تم عملية فصله من المنتصف. لو لاحظنا في الأعلى عندي 6 ذرات من الكربون، من المنتصف عملية كسر لهذه الرابطة، فتكون عندي 3 ذرات من الكربون وأيضا 3 ذرات ماذا؟ من الكربون. فالثلاث ذرات من الكربون هي عبارة عن G3P. G3P لو لاحظنا السهم في الأخير تحت في الأسفل آخر حاجة، نجد أن G3P هي عبارة عن ماذا؟ البيروفيت. فتكون في الأخير ماذا؟ جزيئين من البيروفيت. لو لاحظنا الآن الـ 2ADP تحولت أيضا إلى 2ATP، أي اكتسبت ماذا؟ فوسفات، فأصبحت من ADP إلى ATP. والناد بلس كما نلاحظ على الجانبين أيضا اكتسبت H فأصبحت ناد H على الجانبين. التنفس الهوائي، التنفس ماذا؟ الهوائي. طبعا نجد أن التنفس الهوائي يشمل حلقة كريبس، وهي عبارة عن سلسلة التفاعلات التي يتحول فيها البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون. إذن التنفس الهوائي يشمل حلقة كريبس، مهمة جدا طبعا. ما هي حلقة كريبس؟ هي عبارة عن مجموعة سلسلة من التفاعلات يتحول فيها البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون اللي ذكرنا رمزه قبل قليل، اللي هو عبارة عن CO2. ثم بعد ذلك يتفاعل البيروفيت اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو G3P مع مرافق إنزيم A أو إنزيم ألف، فيسمى CoA لتكوين أسيتيل مرافق إنزيم ألف. CoA هي اختصار كو إنزيم، أي مرافق إنزيم ألف. ماذا ينتج من عملية التنفس الهوائي؟ نجد أنه الناتج في هذه المرحلة التنفس الهوائي ينتج عندي كما نلاحظ 2CO2 اللي هو 2 ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ذلك 2NADH وأيضا أسيتيل مرافق الإنزيم A أو كوإنزيم. سلسلة نقل الإلكترون، نلاحظ أن في سلسلة نقل الإلكترون تعد الخطوة النهائية من عملية تحلل سكر ماذا؟ الجلوكوز. إذن سلسلة أو عملية انتقال الإلكترون هو الخطوة النهائية من عملية تحلل ماذا؟ سكر الجلوكوز، كما ذكرنا قبل قليل اللي هو التحلل السكري. طيب، يتم في عملية سلسلة نقل الإلكترون إنتاج معظم جزيئات ATP اللي هي وحدة الطاقة الخلوية. إذن في سلسلة نقل الإلكترون يتم فيها إنتاج معظم جزيئات الـ ATP. نلاحظ أيضا تستخدم الإلكترونات عالية الطاقة وأيونات الهيدروجين من الجزيئات التي أنتجت في حلقة كريبس لها أهمية. طبعا ما هي أهميتها؟ لتحويل ADP إلى ATP. طبعا نركز على هذا الكلام لأنه مهم جدا، التفرقة والتفريق بين الـ ADP والـ ATP. ما هو الفرق كما ذكرنا قبل قليل؟ لأنه مهم جدا أن الطالب أو الطالبة
يعرف ايش الفرق بين الـ ADP والـ ATP. طبعا الفرق انه الـ ADP هو عبارة عن مركب أدونوزين ثنائي داي، دي معناته داي فوسفيت. أما الـ ATP هو عبارة عن أدونوزين تراي اللي هو التي، بي اللي هو الفوسفيت، أي ثلاثة فوسفات، أدونوزين ثلاثي الفوسفات. التنفس اللاهوائي بين قوسين عملية ماذا؟ التخمر. عملية ماذا؟ التخمر هو عبارة عن المسار اللاهوائي في غياب الأكسجين الذي يعتمد على التحلل السكري في الحصول على الطاقة. إذن ما هي عملية التخمر؟ هو مسار لاهوائي، أي يحدث في غياب الأكسجين أو في عدم وجود الأكسجين، الذي يعتمد على التحلل السكري في الحصول على الطاقة. دعونا نتوقف في هذه النقطة قليلا ونتحدث عن جزئية مهمة جدا. أيضا نلاحظ أحيانا في مثلا الرياضيين لما يمارسون الرياضة بشكل كبير جدا كلاعبين كرة القدم أو السباقات اللي يكون فيها عملية جري لمسافات طويلة جدا، نجد أن اللاعب في 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 فترة من هذه الفترات أثناء ممارسة الرياضة يصاب بعملية ما تسمى بالشد العضلي. بالشد ماذا؟ العضلي. بالشد العضلي. ما هو سبب الشد العضلي الآن الذي يحدث الآن لدى الرياضي؟ لماذا يصاب الرياضيين أو اللاعبين في عملية الشد العضلي في بعض الحالات؟ لماذا؟ السبب هو أنه لما يمارس هذا الرياضي جهد كبير جدا، هو سوف يستنزف مخزون الأكسجين. يستنزف مخزون ماذا؟ الأكسجين. فبالتالي عندما يستنزف مخزون الأكسجين ويقل مستوى الأكسجين في الخلايا، يحدث ما يسمى بعملية الشد ماذا؟ العضلي. هنا لو لاحظنا الآن أنواع التخمر مهم جدا. تخمر اللاكتيك أو الحمض اللبني في بعض المصطلحات أو بعض المراجع، تخمر اللاكتيك أو الحمض اللبني. النوع الآخر التخمر ماذا؟ الكحولي. إذن يقسم التخمر إلى نوعين، تخمر اللاكتيك بين قوسين الحمض اللبني، وأيضا النوع الآخر هو التخمر الكحولي. لو لاحظنا الآن في هذه الصورة، طبعا هذه الصورة لو لاحظنا عندي تخمر كحولي وعلى اليمين تخمر ماذا؟ اللاكتيك اللي هو اللبني. تخمر الكحولي لو لاحظنا الآن عندي سكر الجلوكوز. سكر ماذا؟ الجلوكوز. سكر الجلوكوز عبارة عن 6 ذرات من الكربون، في الناتج النهائي في عملية التحلل السكري ماذا؟ اللي هو يتكون عندي G3B اللي هو جزيئين من البيروفيت. هذا الآن البيروفيت سوف يحدث له عدة تفاعلات، يمر في سلسلة من التفاعلات. ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث؟ طبعا سوف يخرج خارج هذا التفاعل ثاني أكسيد الكربون 2CO2، كما نلاحظ آخر حاجة 2CO2 سوف يخرج ماذا؟ خارج الكربون، ويدخل كما نلاحظ جزيئين من الكربون اللي هو 2-acetyl-aldehyde إلى داخل تفاعل، ثم يمر هذا 2-acetyl-aldehyde في عدة تفاعلات حتى يصل إلى الناتج النهائي اللي هو عبارة عن 2-ethanol. 2 ماذا؟ أثينول. لكن لو لاحظنا الآن نجد الناد بلس والناد H، وأيضا على اليسار 2-ADP و-ATP. هذه العملية لو لاحظنا الناد بلس والناد H هي عملية تبادلية. عملية ماذا؟ تبادلية. أما 2-ADP و-ATP نجد أن الADP تحول إلى الATP بسبب اكتسابه ماذا؟ مجموعة فوسفات. التنفس الخلوي أيضا والتكاثر الخلوي في نفس موضوعنا. نتحدث الآن عن البناء الضوئي والتنفس ماذا؟ الخلوي. البناء الضوئي والتنفس ماذا؟ الخلوي. طبعا هنالك مفارقة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي، ومهمة جدا أن نلاحظ هذا الاختلاف بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي.
لو لاحظنا أن البناء الضوئي والتنفس الخلوي هما عبارة عن عمليتان مهمتان تستخدمهما الخلايا للحصول على الطاقة، هنا طبعا هو تشابه ما في أي اختلاف، كلاهما كلا هاتين العمليتين تستخدم في الحصول على ماذا؟ الطاقة. ولكن في الجزئية الأخرى أن المواد الناتجة من عملية البناء الضوئي أكسجين والجلوكوز هي مواد متفاعلة في عملية التنفس ماذا؟ الخلوي، والعكس صحيح. إذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه معادلة البناء الضوئي ومعادلة التنفس الخلوي عكس بعضهما البعض. كيف ذلك؟ أن المواد المتفاعلة في البناء الضوئي هي عبارة عن مواد ناتجة في التنفس الخلوي، وأيضا المواد الناتجة في البناء الضوئي هي عبارة عن مواد متفاعلة في التنفس ماذا؟ الخلوي. إذن العمليتين متعاكستين، عمليتين ماذا؟ متعاكستين. إذن لو سألنا سؤال كيف تكون أو كيف يكون البناء الضوئي عكس التنفس الخلوي، نذكر أن المواد الناتجة في البناء الضوئي هي مواد متفاعلة في التنفس الخلوي، والعكس ماذا؟ صحيح. النمو الخلوي، النمو ماذا؟ الخلوي. نجد أن الخلية طبعا تنمو، ولكن هذا النمو له معيار، له مقياس معين. عندما تصل الخلية إلى أقصى حجم لها فهي الآن أمام مفترق طرق، إما أن تنقسم هذه الخلية أو تتوقف عن النمو. إذن عندما تصل الخلية إلى أقصى حجم لها إما أن تنقسم أو تتوقف ماذا؟ عن النمو. يؤثر حجم الخلية على إيصال التعليمات للقيام بالوظائف الخلوية. كيف ذلك يحدث؟ إذا كانت الخلية كبيرة من الصعب القيام بالاتصال الخلوي بعكس الخلية ماذا؟ الصغيرة. نعطيكم مثال، الآن أنا في قاعة كبيرة جدا، فلنفرض أنه حجم هذه القاعة دعونا يعني نضرب مثال أن حجم هذه القاعة فلنفرض 30 متر في 40 متر. الآن لما أتي وتحدث أمام مثلا طلاب قد لا يصل الصوت بشكل واضح، والسبب لأن القاعة كبيرة جدا فمن الصعب أن يصل الصوت بشكل واضح. ولكن عندما يكون حجم القاعة صغير مثلا 5 في 6، يعني يكون حجم القاعة أو الفصل صغير جدا، عندما أتحدث من السهل جدا أن الطالب يستمع إلي. فهذا الكلام أيضا ينطبق على الخلية، عندما تكون حجم الخلية كبير جدا من الصعب يعني على الخلية أن تتلقى التعليمات للقيام بالوظائف الحيوية، لكن عندما يكون حجم الخلية صغير جدا من السهل جدا القيام بعملية إيصال هذه التعليمات والقيام بالوظائف الحيوية. طبعا الخلايا في جسم الإنسان هي متعددة ومتنوعة كما نلاحظ في هذه الصورة. عندي خلايا الدم الحمراء، عندي خلايا عضلية، خلايا عصبية، وكما نلاحظ في هذه الأشكال أنه الخلايا تختلف طبعا من نوع إلى دورة الخلية. طبعا دورة الخلية تمر بعدة أطوار، أولا الطور البيني أو عدة مراحل، أولا الطور البيني، ثانيا الانقسام المتساوي، ثالثا انقسام السيتوبلازم. إذن دورة الخلية تمر بعدة مراحل أو 3 مراحل، أولا الطور البيني، ثم الانقسام المتساوي، وأخيرا انقسام السيتوبلازم. مراحل الطور البيني لها طبعا مراحل فرعية، الطور البيني له عدة مراحل فرعية، كما نلاحظ أن الطور البيني له عدة مراحل فرعية أو 3 مراحل فرعية. النوع الأول أو المرحلة الأولى ما يسمى بالجي 1. ما هو الجي 1؟ هو مرحلة النمو الأول، جاب 1. جاب ماذا؟ 1. ماذا يحدث في هذا الطور؟ تنمو الخلية وتستعد للانقسام من خلال زيادة بناء البروتين، وتزداد كمية السيتوبلازم وأيضا عدد العضيات. أما في المرحلة التالية من مراحل الطور البيني وهي ما يسمى بالإس أو مرحلة بناء DNA وتضاعفه، المرحلة الثالثة والأخيرة في مراحل الطور البيني وهي مرحلة النمو الثاني أو الجاب 2 أو الجي 2. ماذا يحدث في مرحلة النمو الثاني؟ يستمر بناء البروتينات الضرورية لعملية ماذا؟ الانقسام. الآن نأتي إلى
مراحل الانقسام المتساوي أيضا يقسم إلى مراحل فرعية للانقسام المتساوي، نجد أنه يتكون من الطور التمهيدي، الطور الاستوائي، الطور الانفصالي، وأخيرا الطور ماذا؟ النهائي. في الطور التمهيدي يتلاشى الغلاف النووي وأيضا تختفي النوية، ثم تتكاثف الكروموسومات أي تتجمع هذه الكروموسومات. أما في الطور الاستوائي ترتبط الكروموسومات مع الخيوط المغزلية على خط استواء الخلية، ترتبط على خط استواء ماذا؟ الخلية. لهذا السبب سمي بالطور ماذا؟ الاستوائي. أما في الطور الانفصالي تنكمش الأنابيب الدقيقة التي تسحب الكروماتيدات إلى أقطاب الخلية أي إلى أطراف الخلية. أما الطور النهائي تصل الكروموسومات إلى أقطاب الخلية وتقل كثافتها ويتكون الغلاف النووي وتبدأ النوية بعملية الظهور وتكون بارزة أو واضحة المعالم. الانقسام أو انقسام السيتوبلازم تبدأ هذه المرحلة عند انتهاء الانقسام المتساوي وتؤدي إلى انقسام السيتوبلازم، وينتج عن ذلك خليتان تحتويان على نواتين متطابقتين، ولكن عملية انقسام السيتوبلازم تختلف فيما بينها بحسب نوع الخلية. ففي الخلية الحيوانية يحدث تخصر للسيتوبلازم كما نلاحظ في الصورة الموجودة على اليسار، وتزداد عملية التخصر حتى تنقسم هذه الخلية إلى خليتين. أما الخلية النباتية نلاحظ أن هنالك داخل الخلية الواحدة تتكون صفيحة تسمى صفيحة خلوية فتقسم هذه الخلية إلى خليتين. أيضا عندي هنا في المناقشة والتقويم عندي عدة أسئلة جدا بسيطة وسهلة. السؤال الأول لخص مراحل التنفس الخلوي. السؤال الثاني ما هي معادلة التنفس الخلوي؟ السؤال الثالث اذكر المراحل الأساسية لدورة الخلية. والسؤال الرابع قارن بين تخمر اللاكتيك والتخمر الحولي. وأخيرا مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح وشكرا جزيلا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات في الصف الثالث ثانوي لنظام المقررات في الفصل الدراسي الثاني للعام 1441، ومادتنا هذا اليوم الرياضيات 5. موضوعنا إن شاء الله هو مراجعة لدرسي المتطابقات المثلثية وإثبات صحة المتطابقات المثلثية. معكم الأستاذ صالح شميمري، فمرحبا بكم. نبي ناخذ أولا المفهوم الأساسي للمتطابقات المثلثية الأساسية المهمة. طبعا أول شيء بناخذ إن شاء الله المتطابقات النسبية، كوتان ثيتا يساوي كوساين ثيتا على ساين ثيتا، حيث أن الساين ثيتا لا يساوي صفر، ومعكوسه هو التان ثيتا ويساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر. أما فيما يتعلق بمتطابقات المقلوب فكوسيك ثيتا يساوي واحد على ساين ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر، والسيك ثيتا يساوي واحد على كوساين ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر، والكوتان ثيتا يساوي واحد على تان ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر. أيضا الساين ثيتا يساوي واحد على كوسيك ثيتا، المقام لا يساوي صفر، والكوسان ثيتا يساوي واحد على سيك ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر، والتان ثيتا يساوي واحد على كوتان ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر. طبعا هذه كلها تسمى متطابقات المقلوب. الكوسيك ثيتا تتعلق بالساين ثيتا، السيك ثيتا تتعلق بالكوساين ثيتا، والكوتان ثيتا تتعلق بالتان ثيتا. أما فيما يتعلق بمتطابقات فيثاغورس، حسب نظرية فيثاغورس فالكوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا يساوي واحد، ونستنتج منها قانونين آخرين أو متطابقتين آخرتين، وهي التان تربيع ثيتا زائد واحد يساوي سيك تربيع ثيتا، والكوتان تربيع ثيتا زائد واحد يساوي كوسيك تربيع ثيتا. أما فيما يتعلق بمتطابقة الزاويتين المتتامتين، إذا كان عندك مثلث في ثيتا في إكس وآر وواي، طبعا هنا الزاوية هذه المتممة للزاوية ثيتا، يعني لو كانت الزاوية ثيتا مثلا 30 فمتممتها 60، يعني ساين باي على 2 ناقص ثيتا يساوي كوساين ثيتا، يعني ساين الزاوية المتممة تساوي كوساين الزاوية، وكوساين الزاوية المتممة يساوي ساين الزاوية، وتان الزاوية المتممة يساوي كوتان نفس الزاوية. أما فيما يتعلق بمتطابقات الدوال الزوجية والدوال الفردية، فساين سالب ثيتا يساوي سالب ساين ثيتا، كوساين سالب ثيتا يساوي كوساين ثيتا، والتان سالب ثيتا يساوي سالب تان ثيتا. طبعا هذه بعض القوانين المهمة اللي راح استخدمها في حل التمارين للمتطابقات المثلثية، أيضا راح أحلها بالموضوع الآخر اللي هو إثبات صحة المتطابقات المثلثية. قبل يا أخوان ما نبدأ بحل بعض الأسئلة للمتطابقات المثلثية، في عندي شيء مهم. هذا يا أخوان الشكل اللي أمامي يساعدنا هذا لتذكر أي النسب المثلثية الموجبة وأيها السالبة في كل من الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع. ممتاز، هذه كلها مهمة. طبعا جميع الدوال المثلثية في الربع الأول موجبة، أما في الربع الثاني الساين ومعكوسها الكوسيك موجب ما عدا ذلك سالب، والربع الثالث التان ومعكوسه الكوتان كله موجب ما عدا ذلك إيش؟ أما في الربع الثالث التان ثيتا والكوتان ثيتا موجب ما عدا ذلك سالب، أما الربع الرابع الكوساين ثيتا والسيك ثيتا موجب ما عدا ذلك سالب. وتأتي كما أخذنا سابقا بقاعدة إيش؟ الجميع اللي هو all s t c، يعني all يعني جميع الدوال هنا موجبة، أما الساين ومعكوسها موجب، التان ومعكوسه موجب، الكوساين ومعكوسه موجب،
ما عدا ذلك راح يكون عندي ايش؟ راح يكون عندي سالب. تعالوا يا اخوان ناخذ استعمال المتطابقات المثلثية، وهذا السؤال اللي عندنا. اوجد القيمة الدقيقة لكوساين ثيتا اذا كان ساين ثيتا يساوي ربع، حيث ان الثيتا هذه مهمة تقع بين 90 و180، كما هو معروف هذا هو ايش؟ هو الربع الثاني. ممتاز. طيب تعالوا يا اخوان ناخذ اول شيء من متطابقة فيثاغورس، نجد ان الكوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا يساوي واحد. هذه من متطابقة فيثاغورس. ممتاز. الآن يا شباب هو يبغى ايش؟ قيمة الكوساين ثيتا، فكوساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. طرحنا ساين تربيع ثيتا من الطرفين، وأنا عندي في السؤال يا شباب نعوض الربع بدلا من الساين ثيتا، وبالتالي هذه نحط مكانها ربع، ولا تنسى تربع لأنها ساين تربيع ثيتا. الآن كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص الربع، هذا لما أجي أربعه ربع الواحد ربع الربع ربع البسط ربع المقام، بيكون عندي إيش؟ بيكون عندي واحد على كم؟ على 16. الآن واحد مقامات كوساين تربيع ثيتا يساوي الواحد هو 16 على 16، بالتالي 16 ناقص واحد 15 المقام كما هو 16. هذه هي يا شباب الكوساين تربيع ثيتا، والمطلوب كوساين ثيتا، وبالتالي نجذر الطرفين يصبح عندي كوساين ثيتا يساوي، لازم تحط موجب وسالب لأنك أنت جذرت الطرفين، وبالتالي موجب وسالب جذر التربيعي لكامل 15 على 16. إذن كوساين ثيتا زائد ناقص جذر، وزع الجذر هذا مرة في البسط مرة في المقام، جذر 15 في البسط ماله مفكوك، نخلي جذر 15، جذر 16 يساوي ايش؟ يساوي 4. اذا الكوساين ثيتا يساوي زائد ناقص جذر 15 على 4، وبما ان الثيتا تقع في الربع الثاني يعني محصورة بين 90 و180، وبالتالي فان كوساين ثيتا تكون ايش؟ تكون سالبة بما أنها في الربع الثاني، وبالتالي راح أخذ العدد إيش؟ السالب. إذن كوساين ثيتا يساوي القيمة السالبة اللي هي سالب جذر 15 على 4، هذه هي قيمة الكوساين ثيتا. إذن الآن أوجدت المطلوب. تعالوا نشوف السؤال الآخر. هنا يقول لك أوجد القيمة الدقيقة لكوسيك ثيتا إذا كان الثيتا محصور بين 270 و360، يعني في الربع الرابع، حيث أن الكوتان ثيتا يساوي سالب 3 على 5. طبعا هذه هي في الربع الرابع. ممتاز. راح أخذ إخوان من متطابقة فيثاغورس كوتان تربيع ثيتا زائد 1 يساوي كوسيك تربيع ثيتا. هذه من متطابقة فيثاغورس. ممتاز. طيب الكوتان تربيع ثيتا معطيني اياها في السؤال اللي هي كم؟ هي سالب 3 على 5، اذا نخليها سالب 3 على 5 الكل تربيع زائد 1 يساوي كوسيك تربيع ثيتا. الان الربع سالب الان الربع سالب 3 والربع 5، وبالتالي سالب 3 تربيع ب9 وال5 تربيع بكم؟ ب25 زائد 1 يساوي كوسيك تربيع ثيتا. الآن 9 على 25 زائد 1 واحد مقامات، وأجمع 9 على 25 زائد 1، 9 على 25 زائد 1، الواحد هذا هو 25 على 25، إذن أجمع البسط مع البسط والمقام خلو كما هو، 25 زائد 9 ب4
وثلاثين قسمة خمسة وعشرين، ويساوي هذا كوسيك تربيع ثيتا. الآن يا إخوان أبغى قيمة الكوسيك ثيتا فقط، فبالتالي أجذر الطرفين. لما أجي أجذر القيمة اللي على اليسار بتكون عندي زائد ناقص الجذر التربيعي لأربعة وثلاثين قسمة خمسة وعشرين وتساوي كوسيك ثيتا. طيب الآن وزع الجذر هذا بالبسط وبالمقام، جذر 34 يظل كما هو مالي مفكوك، وجذر 25 بكم؟ بخمسة، وهو قيمة الكوسيك ثيتا. الآن أي قيمة أختار؟ هل هي الموجبة أو السالبة؟ بما أن الثيتا تقع في الربع الرابع، فإن الكوسيك ثيتا وش فيها؟ الكوسيك ثيتا راح تكون سالبة، وبالتالي قيمة كوسيك ثيتا يساوي سالب جذر 34 قسمة 5، وهو الحل النهائي لقيمة الكوسيك ثيتا. نأتي إلى تبسيط العبارات المثلثية. بسط هذه العبارة: ساين ثيتا ضرب كوسيك ثيتا على كوتان ثيتا. أنا يا إخوان راح أكتب القوانين المهمة اللي راح أستخدمها في حل هذا السؤال. الكوسيك ثيتا أنا عارف إنها تساوي واحد على ساين ثيتا، ممتاز. والكوتان ثيتا تساوي واحد على تان ثيتا. هذه يا إخوان القوانين راح أستخدمها في حل أو تبسيط هذه العبارة. إذا راح أكتب الحل: ساين ثيتا كوسيك ثيتا قسمة كوتان ثيتا يساوي الساين ثيتا، راح أنزلها أنا ساين ثيتا، راح أنزلها الكوسيك ثيتا، راح أستبدلها بإيش؟ بواحد على ساين. إذا أكتبها واحد على ساين ثيتا، ممتاز. قسمة الكوتان ثيتا هذه راح أستبدلها بإيش؟ بواحد على تان ثيتا. إذا واحد على تان ثيتا، وبالتالي الساين هذه مع الساين راحت، يبقى عندي واحد في البسط قسمة واحد على تان ثيتا، واحد على تان ثيتا. طيب أنا عندي قاعدة تقول لي إيش؟ مقام المقام يكون بسط، ممتاز. إذا التان ثيتا وين راح يروح؟ راح يروح فوق، وبالتالي هذه تساوي تان ثيتا. الآن بسطتها التبسيط النهائي. نأتي إلى إثبات صحة المتطابقات المثلثية. مفهوم أساسي إثبات صحة المتطابقات المثلثية من خلال تحويل أحد طرفيها. نبسط أحد طرفي المتطابقة حتى يصبح الطرفان متساويين، وفي العادة يكون من الأسهل البدء بالطرف الأكثر تعقيدا. يعني لما أجي أحلل المسائل فيما بعد أروح للطرف اللي هو يعتبر معقد شوي علشان أبدأ فيه، في النهاية بيطلع لي الطرف النهائي. طبعا لإثبات صحة المتطابقات لازم نوجد حلول أخرى لإثبات أن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن. في المثال الجاي إن شاء الله راح يوضح لي أكثر. إثبات صحة المتطابقة من خلال تحويل أحد طرفيها، يقولك هنا: أثبت صحة المتطابقة ساين تربيع قسمة واحد ناقص كوساين ثيتا يساوي واحد على زائد كوساين ثيتا. طبعا راح أبدأ بالطرف الأكثر تعقيدا، وأنا عارف طبعا من السؤال قدامي أن الطرف هذا هو الأكثر تعقيدا، ممتاز. إذا راح أبدأ فيه، واضح. وبالتالي أبدأ من الليفت هاند سايد، سميه LHS أو سميها الطرف الأيسر، كل واحد. إذا أبدأ من الطرف الأيسر: ساين تربيع ثيتا
قسمة 1 ناقص كوساين ثيتا. في هذه النقطة يا شباب راح أقوم بالضرب في 1 زائد كوساين ثيتا بسطا ومقاما. ممتاز، أضرب بسطا ومقاما في 1 زائد كوساين ثيتا. ليش؟ الحين نشوف. 1 زائد كوساين ثيتا في البسط، 1 زائد كوساين ثيتا في المقام، يصبح عندي يساوي ساين تربيع ثيتا في 1 زائد كوساين ثيتا. إذن البسط ساين تربيع ثيتا في 1 زائد كوساين ثيتا، والمقام بضرب المقام 1 في 1 1، سالب في موجب سالب، وكوساين في كوساين بكوساين تربيع ثيتا. متى أستخدم هذه الطريقة؟ إذا كان هذا العدد هو نفسه هذا العدد بالإشارة اللي هنا عكس الإشارة اللي هنا، والعدد هذا كامل هو نفس العدد هذا كامل، أستخدم هذه الطريقة. ما عدا ذلك راح أوزع الواحد في الحدين اللي عندي هنا، اللي هي 1 مع الواحد والواحد مع الموجب كوساين ثيتا، ثم سالب كوساين ثيتا في الواحد، ثم سالب كوساين ثيتا في الكوساين ثيتا. طبعا كلها تؤدي إلى نفس الحل، بس هنا اختصرنا لأن الواحد هو نفس الواحد والسالب عكس الإشارة الموجب، والكوساين هو نفسه الكوساين. إذن الآن عندي قاعدة سابقة تقول أن الواحد ناقص كوساين تربيع ثيتا من متطابقة فيثاغورس تساوي ساين تربيع ثيتا. إذن ليش ما أشيل هذا كامل وأخليها ساين تربيع ثيتا؟ وبالتالي راح يكون عندي يساوي ساين تربيع ثيتا في 1 زائد كوساين ثيتا قسمة ساين تربيع ثيتا. الساين تربيع ثيتا راح مع الساين تربيع ثيتا، في النهاية تلاحظون يا شباب ايش طلع عندي؟ 1 زائد كوساين ثيتا، وهو الطرف ايش؟ الطرف الأيمن. إذن لاحظ معي، بديت بالطرف الأيسر اللي هو الأكثر تعقيداً وانتهيت بالطرف الأيمن. إذن هذا هو حل أو إثبات صحة المتطابقة. نأتي يا أخوان إلى اقتراحات لإثبات صحة المتطابقات. طبعاً نبسط العبارة بالإفادة من المتطابقات المثلثية الأساسية اللي أخذتها سابقاً. نحلل ونضرب كل من البسط والمقام بالعبارة المثلثية نفسها، ثم نكتب أيضا نكتب كل طرف بدالة كل من الجيب وجيب التام، يعني الساين ثيتا والكوساين ثيتا فقط، ثم نبسط كل طرف بقدر المستطاع، يعني تخليها إما أن كلها بالساين والكوساين أو تخليها بدول أخرى. فهنا اقترح عليك وش؟ اقترح عليك هنا أنك تخليها بدالة الساين ثيتا والكوساين ثيتا علشان تبسط. لا تنفذ أي عملية جمع طرح وضرب قسمة على طرفي المعادلة. ليش؟ لأن خصائص المساواة لا تنطبق على المتطابقات كما تنطبق على المعادلات. هنا يا إخوان قبل قليل إثبات صحة متطابقة، هو ما يقولك حل المعادلة، هو يقولك أثبت صحة المتطابقة، يعني أثبت لي أن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، والعكس أثبت لي الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. طبعا في تنبيه مهم يا إخوان، تشبه عملية إثبات صحة المتطابقة عملية التحقق من حل المعادلة. من هنا يمكننا استعمال عملية التحقق في تبسيط أحد الطرفين أو كليهما للحصول على العبارة ذاتها. تعالوا نشوف هذا السؤال، يقول لك إثبات صحة المتطابقات من خلال تحويل كلا أو كل طرفيها. أثبت صحة المتطابقة كوساين ثيتا كوتان ثيتا يساوي كوسيك ثيتا ناقص ساين ثيتا. هنا يا أخوان راح أستعمل تبسيط كل الأطراف، يعني راح أستعمل تبسيط الطرف الأيسر. إذن تبسيط هنا الطرف الأيسر، وهنا تبسيط الطرف الأيمن، ونشوف في النهاية هل هم متساويين ولا لا. ممتاز، تعالوا نشوف الطرف الأيسر أول شيء.
الطرف الأيسر هو كوساين ثيتا كوتان ثيتا. كوساين ثيتا كوتان ثيتا نزل الكوساين كما هي كوساين ثيتا، والكوتان ثيتا هنا عارفين انها كوساين على ساين، اذا كوساين ثيتا على ساين ثيتا. استبدلنا الكوتان ثيتا حطينا مكانها الكوساين على ساين. طبعا هذه مقامها واحد، كوساين في كوساين بكوساين تربيع ثيتا، والساين ثيتا تنزل كما هي. هذا هو الطرف الايسر، حط عليه مربع. تعالوا نشوف الطرف الايمن. الطرف الايمن كوسيك ثيتا ناقص ساين ثيتا وتساوي. طب حنا عارفين ان الكوسيك ثيتا هي واحد على ساين ثيتا، ممتاز. والساين ثيتا نزلها كما هي ناقص ساين ثيتا. الان وحد مقامات. لما اجي وحد مقامات، واحد في واحد واحد ناقص تنزل ساين في ساين بساين تربيع ثيتا، والمقام في المقام اللي هو ساين ثيتا يساوي. من متطابقة فيثاغورس أخذتها سابقا أن الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا هي كوساين تربيع ثيتا. إذن أشيل الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا وأحط مكانها كوساين تربيع ثيتا، والمقام كما هو ساين ثيتا. إذن إيش تلاحظون يا شباب؟ تلاحظون أن الطرفين متساويين. إذن بما أن الطرفين يساويان المقدار نفسه، بما أن الطرفين يساويان المقدار نفسه، إذن الطرفان فوق في المسألة أو في صحة المتطابقة متساوية. تعالوا نشوف السؤال هذا. يقولك هنا أثبت صحة المتطابقة. راح نثبتها يا إخوان باستخدام كل طرف الحال. إذن الطرف نبدأ بالطرف الأيسر. الأيسر هو إيش؟ هو كوسيك تربيع ثيتا ناقص كوتان تربيع ثيتا، وهذا يساوي ايش يا شباب؟ كوسيك تربيع ثيتا يساوي ايش؟ واحد على ساين تربيع ثيتا، ممتاز. وناقص تنزل الكوتان تربيع ثيتا هي كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. بما ان المقامات موحدة اخليها واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا في البسط، والمقام هو نفسه ساين تربيع ثيتا. من متطابقة فيثاغورس نجد أن هذه واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا تساوي إيش؟ تساوي ساين تربيع ثيتا، ممتاز. إذا أشيلها وأحط مكانها ساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. إذا ساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا يساوي إيش؟ يساوي واحد. إذا الطرف الأيسر يساوي واحد. تعالوا نشوف الطرف الأيمن. الطرف الأيمن كوتان ثيتا ضرب تان ثيتا. أنا عارف الكوتان هي إيش يا شباب؟ الكوتان هي كوساين ثيتا على ساين ثيتا ضرب، والتان ثيتا هي ساين ثيتا على كوساين ثيتا. إذا الساين ثيتا مع الساين ثيتا تروح، الكوساين ثيتا مع الكوساين ثيتا تروح، يبقى عندي في النهاية إيش؟ في النهاية واحد. إذا بما أن الطرفين يساويان المقدار نفسه اللي هو الواحد، وبالتالي إذن الطرفان متساويان. إذن ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ تعلمنا المتطابقات المثلثية والقوانين لها، ولا ننسى
الإشارات في الأرباع، الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع في الدول المثلثية، وأثبتنا صحة المتطابقات المثلثية باستخدام الطرف الأكثر تعقيدا، ثم نشوف النهاية إيش يساوي، وأثبتناها أيضا باستعمال إنك تثبت كل طرف الحال وتشوف هل الطرفين في النهاية متساويان أم لا. نشكر لكم حسن استماعكم، إلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عزيزي الطالب. سنراجع اليوم مكرر التربية المهنية الوحدة الثالثة للجزء الثاني من المهارات الوظيفية. تهدف هذه الوحدة إلى تزويد الطالب ببعض المهارات التي تساعده في طرق أبواب العمل بنجاح في ضوء امتلاك المهارات الوظيفية التي باتت تمثل المفتاح الحقيقي في الحصول على العمل المرغوب. ومن أبرز النقاط التي سوف نراجعها ونناقشها في هذه الوحدة من خلال دروسها وهي كالآتي: اجتياز المقابلة الشخصية، إعداد التقارير، إعداد المذكرة الداخلية، والاختبارات الشخصية للتقدم للوظيفة. نبدأ بالدرس الأول وهو اجتياز المقابلة الشخصية. وفي هذا الدرس عزيزي المتعلم سوف نراجع معا الأهداف التي سبق وتناولتها والمتوقع تحقيقها في نهاية الدرس أو في نهاية المراجعة، وهي أن تعرف مفهوم المقابلة الشخصية، أن تبين أهمية المقابلة الشخصية لكل من صاحب العمل والمتقدم للوظيفة، أن تفرق بين المقابلة الشخصية والمحادثة، أن تبين أنواع المقابلات الشخصية، أن تذكر بعض خطوات الاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية. سبق ودرست عزيزي الطالب الطريقة التي توصلك إلى المقابلة الشخصية، وهي كتابة السيرة الذاتية باحتراف. فعند وجود السيرة الذاتية المحترفة سوف تجتاز هذه المرحلة للوصول للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية. فما هو تعريف المقابلة الشخصية عزيزي الطالب؟ المقابلة الشخصية عبارة عن حوار بين من ومن، بين شخصين هما الباحث عن العمل وصاحب العمل. لماذا هذا اللقاء أو لماذا هذا الحوار؟ من أجل تحقيق هدف ما، إذا لابد من وجود هدف. ودائما يكون للمقابلة الشخصية هدف واحد أو عدة أهداف ويطلق عليها الانترفيو. إذا تعريف المقابلة الشخصية هو عبارة عن مناقشة وحوار بين شخصين لتحقيق هدف ما، ودائما يكون للمقابلة الشخصية هدف أو أهداف محددة يطلق عليها الانترفيو. ما هي أهمية المقابلة الشخصية لصاحب العمل؟ أولا، من خلال المقابلة الشخصية يستطيع صاحب العمل الحصول على معلومات حاسمة لاتخاذ قرار التعيين. معلومات حاسمة عن من؟ عن طالب العمل، عن الباحث عن العمل. في حال وجد أن هذا الباحث عن العمل يمتلك المهارات العلمية والعملية تم تعيينه. إذن هنا القرار لمن في التعيين؟ لصاحب العمل. أيضا من الأشياء التي تساعد صاحب العمل على اتخاذ القرار هي التعرف على مقومات الشخص. ما هي المقومات عزيز الطالب؟ ولنفرض أنها عدم الخوف من الفشل في من؟ في طالب الوظيفة. الشجاعة في طرح أفكار جديدة، تجنب الصراعات مع الآخرين، الثقة بالنفس، وغيرها من المقومات التي يتعرف عليها من؟ صاحب العمل. عن من؟ عن الشخص المتقدم للوظيفة قبل إصدار حكم نهائي بخصوص تعيينه أم عدم تعيينه. أيضا تساعد المقابلة الشخصية صاحب العمل في ماذا؟ في التعرف على بعض السمات الشخصية للمتقدم. ما هي السمات الشخصية للمتقدم؟ ولنفرض أنها احترام قيم وعادات المجتمع، احترام الجمهور، حب العمل، الأمانة، الإخلاص، الصدق، حسن الاستماع والإصغاء. في حال وجدت هذه السمات قد يتم إصدار حكم بتعيينه أيضا.
أيضاً تساعد صاحب العمل على كشف الإعاقات والتشوهات والتحقق من صحة المعلومات الواردة في السيرة الذاتية. ما هي أهمية المقابلة الشخصية للشخص المتقدم للوظيفة؟ تساعد المقابلة الشخصية للشخص المتقدم للوظيفة في إظهار قدراته الفنية والمعرفية التي تتلائم مع متطلبات الوظيفة المتاحة. ما هي القدرات الفنية عزيز الطالب؟ هي الحصيلة، عفواً، القدرات المعرفية عزيز الطالب، هي الحصيلة التراكمية من المعلومات النظرية، معلومات درسها هذا الطالب للوظيفة في الجامعة أو في المرحلة الثانوية. أما القدرات الفنية هي المرتبطة بالمهارات التي حصل عليها مثلا من خلال تدريب أو من خلال خبرة. من أهمية المقابلة الشخصية للشخص المتقدم للوظيفة أنه يعرض مؤهلاته وخبراته بطلاقة ومرونة. أيضا تساعد المقابلة الشخصية في الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور في ذهنه حول الوظيفة. يفهم من خلال المقابلة الشخصية ما هي الوظيفة المتقدم لها، متطلباتها، واجباته على هذه الوظيفة، والمهام المطلوبة منه، وكذلك بعض الميزات المالية التي ستعرض عليه أو يريد معرفتها حول هذه الوظيفة. إذن ما أهمية المقابلة الشخصية للشخص المتقدم للوظيفة؟ إظهار قدراته الفنية والمعرفية، عرض مؤهلاته وخبراته، والاستفسار عن بعض الأسئلة والحلول الوظيفية. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى الفرق بين المحادثة والمقابلة الشخصية. المقابلة لها أهداف محددة من قبل طالب العمل وصاحب العمل، بينما المحادثة لا يوجد بها أهداف محددة ومسبقة. تساعد المحادثة على توظيف مهارة الاتصال، كما أنها مطلب أساسي من متطلبات عالم العمل اليوم. إذن هي مهارة مطلوبة في هذا اليوم لأنها من متطلبات عالم العمل. إذن فرقنا بين المقابلة الشخصية وبين المحادثة. ذكرنا أن المقابلة لها أهداف محددة من قبل طالب العمل وصاحب العمل، بينما المحادثة لها أهداف محددة تساعد على توظيف مهارة الاتصال ومطلوبة كمهارة لأنها أصبحت من المتطلبات الأساسية في عالم العمل. ننتقل الآن عزيز الطالب إلى أنواع المقابلات الشخصية. هناك عدة أنواع للمقابلات الشخصية تساعد في عملية الاختيار بين المتقدمين لوظيفة ما. من أهم هذه الأنواع عزيز الطالب هي أولاً المقابلة الشخصية الانتقائية. ما الهدف من هذه المقابلة؟ المقابلة الشخصية الانتقائية تهدف إلى تصفية جميع المتقدمين وغير المؤهلين للوظيفة. أقوم وأعمل تصفية لجميع المتقدمين للوظيفة. أيضاً من أنواع المقابلة الشخصية هي المقابلة الشخصية الفردية. هذا النوع من المقابلات يقر بأنك تمتلك المهارات والمعارف. خلاص، صاحب العمل ضمن أنك تمتلك المهارات والمعارف للفوز بالوظيفة، لكن الهدف من هذه المقابلة هو رؤية مدى ملائمتك ومدى قدرتك على التكيف مع ظروف العمل. وهنا في هذه المقابلة بإمكانك إقامة علاقة ودية مع القائم للوظيفة أو لصاحب العمل. ننتقل الآن للمقابلة الشخصية الجماعية. الهدف منها معرفة كيف تتفاعل مع الآخرين، وكيف تستخدم معرفتك وقدراتك لكسب الآخرين. صمم هذه المقابلة عزيز الطالب لاكتشاف قدراتك القيادية. إذا أديت دورك بنجاح واستطعت أن تكسب الآخرين بمعرفة كيف تستخدم قدراتك ومعرفتك، فقد تستدعى عزيز الطالب لمقابلة أخرى تكون أكثر جدية وأكثر توسعا.
أما المقابلة التي تليها هي لجنة المقابلة الشخصية. ستواجه عزيز الطالب عدداً من الموظفين. في هذه المقابلة عليك أن تجيب على الأسئلة التي يطرحها عدة أشخاص، وعليك الرد مباشرة عزيز الطالب على الشخص الذي يطرح لك السؤال مباشرة، وليس من الضروري أن تجيب وأنت متجه للمجموعة كلها. إذن عليك أن تركز على من طرح السؤال وأن تجيب على من طرح السؤال، ويكون لهؤلاء الأشخاص الحق في اختيارك ورفضك لشغل الوظيفة المقترحة. إذن المقابلة الشخصية أو لجنة المقابلة الشخصية تتم فيها مواجهة عدد من الموظفين يكون لهم الحق في اختيارك أو رفضك لشغل الوظيفة. أما المقابلة الأخيرة هي المقابلة عبر الهاتف، وتعد هذه المقابلة من المقابلات الشخصية الانتقائية للتخلص من المتقدمين ذو المؤهلات الضعيفة، حتى لا يتبقى سوى عدد قليل للمقابلات الخاصة أو للمقابلات الفردية، وقد يتم الاتصال بك عزيز الطالب بدون سابق إنذار من أجل مراجعة سيرتك الذاتية لتتحول بالتالي إلى مقابلة عبر الهاتف. إذن المقابلة الشخصية عبر الهاتف هي مقابلة انتقائية للتخلص من المتقدمين ذو المؤهلات الضعيفة، حتى لا يتبقى سوى عدد قليل من المقابلات الشخصية، وقد يتم الاتصال بك بدون سابق إنذار لمراجعة سيرتك الذاتية عبر الهاتف. وعليك أن تحرص عزيز الطالب على مقابلة شخصية وجه لوجه مع المسؤول. ننتقل الآن إلى ذكر بعض الخطوات للاستعداد لإجراء مقابلة شخصية. ما هي هذه الخطوات؟ أولاً، تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن صاحب العمل وعن نوع العمل وعن المعارف والمهارات التي يتطلبها هذا العمل. يجب أن تحاول أن تتعرف على اسم الشخص المسؤول عن التوظيف. أيضاً يجب أن تتأكد من جاهزية كامل شهاداتك وسيرتك الذاتية وخبراتك والنماذج التي تتعلق بهذا العمل الذي تبحث عنه. أن تكون واضحاً ودقيقاً في تحديد هدف اتصالك بصاحب العمل. أن تجهز ما تريد أن تقوله وأن تستعد له. أن توجز وتختصر. لا تستدر العواطف من صاحب العمل. وكذلك يجب أن لا تتحدث عن نفسك بسلبية ولا تناقش مشكلات شخصية أثناء إجراء المقابلة الشخصية وأثناء الاتصال بصاحب العمل. وبهذا نكون تعرفنا على مفهوم المقابلة الشخصية، وبينا أهمية المقابلة الشخصية لكل من صاحب العمل والمتقدم للوظيفة، وفرقنا بين المقابلة الشخصية والمحادثة، وبينا أنواع المقابلة الشخصية، ثم ذكرنا بعض خطوات الاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني، وهو إعداد التقارير. في هذا الدرس عزيزي المتعلم، سنراجع معا الأهداف المتوقع تحقيقها، وهي أن تعرف مفهوم التقرير، أن تذكر المعايير التي يجب أن تتوفر في التقرير، أن تذكر الهدف من التقرير، أن تعدد أنواع التقارير، أن تذكر مكونات هيكل التقرير، ثم توضح خطوات وإعداد وكتابة التقرير، ثم تبين صفات التقرير الفعال. نبدأ أولاً بمفهوم التقرير. ما هو التقرير؟ التقرير هو وسيلة من وسائل الاتصال بين الأشخاص، يقرر فيه كاتبه حقائق موضوعية عن أمر معين، يصف فيه عملاً أو حدثاً وقع له أو لغيره، وتتنوع الحقائق المعروضة فيه وفق نوع الموضوع. أي بمعنى عزيز الطالب أن التقرير عبارة عن عرض مكتوب يوجد به موضوع معين أو مشكلة معينة، يتم سرد هذه المشكلة بطريقة مبسطة بهدف إيجاد تفسير مناسب يؤدي إلى تقديم أفكار وتوصيات مناسبة.
إذن ما هو تعريف التقرير؟ هو وسيلة من وسائل الاتصال بين الأشخاص، يقرر فيه كاتبه حقائق موضوعية عن أمر معين، يصف فيه عملاً معيناً أو حدثاً وقع له. ننتقل الآن إلى الهدف الثاني، وهو أن تذكر المعايير التي يجب أن تتوفر في التقرير، أو ما هي المميزات التي يجب أن تتوفر في التقرير. يجب أن يكون التقرير منظماً، أي يقدم المعلومات بطريقة سليمة ومتسلسلة بحيث يسهل للقارئ قراءتها. أيضاً يجب أن يكون واضحاً بحيث يسهل فهمه ويسهل للقارئ المتلقي باستيعاب ما هو مطلوب منه. أيضاً لابد أن يكون مختصراً موجزاً بحيث يساعد القارئ على الإلمام بالموضوع في أقل وقت، وكذلك حتى لا يشتت ذهن القارئ، وتكون الألفاظ موجزة وتكون الفقرات قليلة. أيضاً مع الإيجاز لابد أن يتميز بالشمولية وكذلك الدقة، حيث يحتوي على معلومات صادقة، وكذلك يجب أن يحتوي عزيز الطالب على أحسنت الإقناع، فمن خلال جودة تحليل المعلومات الواردة فيه وحسن التوصيات والمقترحات، بالتالي هنا تستطيع أن تقنع قارئ التقرير، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون موضوعياً يبتعد عن الآراء المتحيزة، حيث يجب أن يكون صاحب أو كاتب هذا التقرير يتحلى بصفة الأمانة بعيداً عن الغش والخداع في كتابة التقرير. ننتقل الآن إلى الهدف من التقرير. ما هو الهدف من التقرير؟ ذكرنا أن التقرير عبارة عن وسيلة اتصال بين من ومن؟ بين المنشآت في المستويات الإدارية المختلفة، وبين الوحدات في كافة الأنشطة. بما أن الهدف من التقرير هو وسيلة تواصل، وسيلة التواصل تأتي بمعنى إما نقل معلومات عن الآخرين، أو عرض مشكلة، أو عرض بدائل وحلول، أو عرض إنجازات، أو إرشاد المسؤولين والموظفين داخل المنظمة، أو بالرد على التساؤلات، أو تحليل مواطن الضعف ومواطن القوة، أو تحليل بيانات وحقائق مطلوب معرفتها بالتفصيل. هذه كلها تسمى بعملية الاتصال، وهي الهدف الأساسي من التقرير، حيث ذكرنا أن الاتصال يكون بين من ومن عزيز الطالب؟ أحسنت، بين المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة، وبين وحدات النشاط في كل في اختصاصه. ننتقل الآن إلى أنواع التقارير. تتعدد أنواع التقارير باختلاف الغرض من إعدادها، ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام كما هي في الخارطة لديكم. تنقسم حسب طبيعتها. القسم الثاني تنقسم حسب موضوعها وأهدافها. أما القسم الثالث فهو حسب شكلها. أما القسم الرابع فهو على حسب الفترة الزمنية. نأخذ أول قسم وهو حسب طبيعتها. التقارير حسب طبيعتها قد تكون وصفية، أي تقوم مثلاً بوصف سير نشاط العمل أو الإنجاز الذي تم تحقيقه، أو قد تكون إخبارية، وهذا النوع يقدم أخبار معينة من شخص إلى آخر دون إبداء الرأي فيه، أو قد تكون هذه الأخبار تحليلية، حيث يتم عزيز الطالب عرض معلومات معينة وتحليلها بهدف الوصول لنتائج معينة. أيضاً قد تكون تقارير خاصة، وتعد هذه لدراسة ظاهرة أو مشكلة معينة. إذن التقارير حسب طبيعتها هي تقارير وصفية وإخبارية وتحليلية وتقارير خاصة. ننتقل إلى النوع الآخر، وهو التقارير حسب الموضوع والأهداف، مثل تقديم تقرير عن أداء للعاملين، أو تقديم تقرير عن تحديد مشكلة
أو حل لمشكلة أو لاتخاذ قرار معين أو تقرير فني، وكل هذه سبق وتعلمتها عزيزي الطالب في مقرر المهارات الإدارية. أما النوع الثالث وهو التقرير حسب شكلها، تأخذ هذه التقارير النمط الرسمي والنمط الغير الرسمي. أما بالنسبة للنمط الرسمي هو ما يأخذ شكل معين عند إعداده، ولا بد أن يتكون من أجزاء معينة في التقرير. يجب أن تتوفر هيكلة معينة في هذا التقرير، وسوف نتناولها بعد قليل. أما النمط الغير الرسمي لا يتقيد بهيكل معين، فقد يأخذ شكل الخطابات أو المذكرات الداخلية في المنظمة. وقد تكون هذه التقارير طويلة أو قصيرة. أما النوع الرابع من أنواع التقارير هو التقرير حسب الفترة الزمنية، وهي قد تكون تقارير دورية وتقارير غير دورية. مثل ماذا عزيز الطالب التقارير الدورية؟ أحسنت، مثل تقرير مثلاً مبيعات أسبوعي، يقدم بشكل أسبوعي. أما التقرير الغير دوري فهي مثل التقارير الختامية التي تأتي في نهاية السنة المالية للشركة. إذن تعرفنا على أنواع التقارير حسب طبيعتها وعددناها، ثم تعرفنا على أنواع التقارير حسب موضوعها وأهدافها. أما التقارير حسب شكلها فهي المختصرة أو المطولة أو الرسمية أو الغير رسمية. أما التقارير الفترة الزمنية هي التي تنقسم إلى تقارير دورية وتقارير غير دورية. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى هيكل التقارير ومكوناته. ما هو شكل وهيكل التقرير؟ سبق ودرست عزيزي الطالب، مما يتكون هيكل التقرير؟ أحسنت، يتكون من المقدمة، يتكون من الجسم، ويتكون من النهاية. على ماذا تحتوي المقدمة؟ تحتوي على الموضوع وهدف التقرير والجهة المرسل لها هذا التقرير وغيره. على ماذا يحتوي الجسم؟ يحتوي الجسم على عرض المعلومات والحقائق، تحليل هذه المعلومات والبيانات، وجود رسوم بيانية وجداول وغيره. أما النهاية فهي تتكون من النتائج والتوصيات والملاحق والمراجع وغيرها. إذن ما هي مكونات هيكلية التقرير؟ هي مقدمة وجسم ونهاية. أحسنتم. ننتقل الآن عزيز الطالب إلى خطوات إعداد وكتابة التقارير. الخطوة الأولى من عملية إعداد وكتابة التقرير هي وجود الفكرة. لابد من التحضير لكتابة التقرير بتحديد أهداف التقرير أو موضوع التقرير أو مشكلة التقرير. أن تحدد من هو الذي سيقرأ التقرير، في أي إدارة سيكون. أن تحدد المعلومات في هذا التقرير. أيضا الخطوة الثانية من خطوات التقرير هي التخطيط. ماذا يكون في التخطيط؟ أن تختار المعلومات الضرورية، أن تنسق بين المعلومات التي اخترتها وحددتها، أن ترتب هذه المعلومات في سياق وتبوبها تبويب منطقي، أن تحدد الهيكل العام للعناصر والعناوين الرئيسية لهذا التقرير وغيره. ثم تأتي مرحلة الكتابة. وما هي مرحلة الكتابة؟ مرحلة الكتابة يكون فيها مقدمة وموضوع وخاتمة. هنا تكتب المقدمة والموضوع والخاتمة، ثم تقوم بتكوين الجمل والعبارات، وتقوم بترابط وتكامل هذه الفقرات والعبارات. آخر مرحلة من مراحل إعداد وكتابة التقرير هي المراجعة، وهي أن تقرأ قراءة أولى لهذا التقرير، ثم تحدد عناصر وشكل التقرير الذي يجب أن يعرض، ثم تراجع مراجعة نهائية وتقوم بكتابة التقرير بشكل نهائي. إذن ما هي خطوات وإعداد كتابة التقرير؟ هي وجود الفكرة، ثم إعداد الخطة، ثم البدء في كتابة التقرير، ثم مراجعة التقرير. أحسنتم. ننتقل الآن عزيز الطالب إلى سمات التقرير الفعال. تخيل عزيز الطالب أنك أنت من يقوم بكتابة هذا التقرير. ما هي السمات التي يجب أن تتوفر في هذا التقرير؟ نعم، أحسنت، يجب أن تكون المعلومات
معروضة بشكل منطقي ومتسلسل، يجب أن تكون جذابة وشيقة، يجب أن تصاغ بصيغة سليمة لغوياً، كما يجب أن تكون واضحة ومختصرة، ويفضل أن يتضمن التقرير عدداً من الرسومات البيانية والأشكال حتى يعطيها منظراً جذاباً ومختصراً في وصول المعلومة. يجب أن لا يتجاوز هذا التقرير الغرض الذي أعد من أجله، كما يجب أن يتناسب شكله وحجمه مع نوع المستوى التنظيمي الذي سيرفع له. والله راح أرفع لإدارة عليا، إذا يجب أن يكون تقريراً رسمياً مفصلاً. أما إن كان في نفس المنظمة فلا بأس به إن كان تقريراً غير رسمي. إذا يجب أن يتناسب شكله وحجمه مع نوع المستوى التنظيمي الذي سوف يرفع له. درسنا عزيز الطالب في هذا الدرس مفهوم التقرير، وذكرنا المعايير التي يجب أن تتوفر في التقرير، ثم ذكرنا الهدف من التقرير، وعددنا أنواع التقارير، ثم ذكرنا مكونات الهيكل للتقرير، ثم وضحنا خطوات التقرير وإعداد كتابة التقرير، ثم بينا صفات التقرير الفعال. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى الدرس الثالث في هذه الوحدة، وهو إعداد المذكرة الداخلية. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف نراجع معا الأهداف التي سبق وتناولتها مع معلمك والمتوقع تحقيقها، وهي أن تعدد فوائد المذكرة الداخلية، أن تذكر مميزات المذكرة الداخلية، وأن تعدد أنواع المذكرات الداخلية. المذكرة الداخلية ما هي فوائدها؟ المذكرة الداخلية لها دور هام في عمل المؤسسات، فهي توفر التدفق السريع للمعلومات، أي انتقال المعلومات من إدارة عليا إلى إدارة سفلى أو إدارة عليا إلى إدارة دنيا، بالتالي هنا التدفق سريع جدا، أيضا من وحدة إلى وحدة أخرى في جميع الاتجاهات، إذا هنا تدفق سريع في المعلومات وفي الاتصال، يمكن حفظها والرجوع إليها في أي وقت، أي في حال أو في حالة الضرورة. لا تتضمن تفاصيل كثيرة، مختصرة جدا، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في كتابتها. إذا ما هي فوائدها؟ التدفق السريع، حفظها والرجوع إليها في أي وقت، لا تتضمن تفاصيل كثيرة، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في إعدادها. الهدف الثاني هو أن تذكر مميزات المذكرة الداخلية. ما هي مميزات المذكرة الداخلية؟ من خلال الفوائد التي ذكرناها نستنتج مميزات المذكرة الداخلية، أنها أكثر اختصاراً من التقرير، أنها سريعة، تخضع للتصرف من المعد، أيضاً المعلومات المعروضة فيها أساسية دون تحليل، تبرز الموضوع في رأس المذكرة وتكون داخلية. الفرق بينها وبين التقرير أن المذكرة تكون داخلية، المذكرة تشبه التقرير كونها وسيلة أو وسيلة اتصال كتابية، وتختلف عن التقرير في هيكلها ومضمونها، وكذلك تختلف في أنها داخلية فقط. ما هي أنواع المذكرات الداخلية؟ لدينا أربعة أنواع للمذكرة الداخلية، وهي مذكرة الإحاطة، من أمثلتها الإعلان عن إجازة. أيضا من المذكرات الداخلية هي مذكرة الاستفسار، وتكون عادة للاستفسار عن سؤال معين خاص بسير العمل. أيضا من المذكرات الداخلية هي مذكرة المعلومات، وتكون موجهة إلى الرئيس الأعلى لشرح بعض الحقائق أو عرض موضوع ما. مذكرة التهنئة أو الشكر، ويتم إرسالها إلى الفرد بسبب ترقيته أو شكره لإنجاز عمل معين. إذا ما هي أنواع المذكرات؟ مذكرة الإحاطة، مذكرة الاستفسار، مذكرة المعلومات، ومذكرة التهنئة أو الشكر. درسنا في هذا الدرس فوائد المذكرة الداخلية، ثم ذكرنا مميزات المذكرة الداخلية، وعددنا أنواع المذكرات الداخلية. ننتقل الآن عزيز الطالب إلى الدرس الرابع والأخير في هذه الوحدة، ألا وهو الاختبارات الشخصية عند التقدم للوظيفة. وفي هذا الدرس عزيز المتعلم سنراجع معا الأهداف التي سبق وتناولتها والمتوقع تحقيقها في نهاية المراجعة، وهي أن تذكر أهم النصائح للاستعداد للاختبارات الشخصية وإزالة التوتر، أن تبين أهم الاختبارات الشخصية المستخدمة عند التقدم للوظيفة. الاختبارات الشخصية عزيز الطالب تمثل في الغالب جزءاً من اختبارات التعيين. تريد أن تتوظف أو تتعين، لابد أن تمر باختبار.
من قبل من؟ من قبل المؤسسات والشركات عند اختيار المرشحين لشغل هذه الوظيفة المتاحة. فلذلك عزيز الطالب، من أجل إزالة التوتر لديك، إليك هذه النصائح والإرشادات التي سوف تساعدك على إزالة التوتر. لابد عزيز الطالب في البداية أن تسأل مرشحين سابقين تقدموا لهذه المؤسسة حتى يزودونك بملاحظات حول طول الاختبار ونوعيته، وربما استطعت الحصول على أسئلة أو دورات سابقة. أيضاً عليك عزيز الطالب أن تقوم بجمع المعلومات عن هذه المؤسسة وعن الصورة المهنية، لأن هذه المعلومات قد تأتيك في الاختبار. أيضاً عزيز الطالب يجب عليك أن تسأل قبل الاختبار إذا كان هناك مسموح لك باستخدام الحاسبات أو القواميس. أيضاً عزيز الطالب عليك الحضور للاختبار في وقت مناسب، أي قبل الاختبار بنصف ساعة على الأقل. عليك أن تتبع تعليمات مدير الاختبار. أيضاً عليك أن تحل الأسئلة التي لا تتطلب مجهوداً ضخماً في البداية، وإذا صادفت سؤالاً لا تستطيع الإجابة عنه فعليك أن تنتقل فوراً للسؤال الذي يلي. عليك عزيز الطالب أن تدرك أن هذه الاختبارات تتعلق بأسئلة تتمحور حول حالات ومجالات معينة. أيضاً عزيز الطالب، إذا كانت الأسئلة من نمط الاختيار مو متعدد، فعليك في حالة الشك أن تضع إشارة حول الإجابة أو أي إجابة، فذلك أفضل من عدم وضع الإشارة. إذن عزيز الطالب، تعرفنا على النصائح والإرشادات التي سوف تساعدك في إزالة التوتر. ننتقل الآن إلى أنماط الاختبارات الشخصية. هناك عدة أنماط ذكرت لكم في الكتاب ووجد لها العديد من النماذج، وأكد على الاطلاع عليها عزيز الطالب، منها السمات الشخصية والدافعية والإجهاد في العمل والاختبارات الشخصية. تهدف هذه الاختبارات وهذه الأنماط من الاختبارات إلى قياس جوانب متعددة في شخصيتك. تقاس من قبل من؟ من قبل خبراء ومستشارون في عالم العمل. لها أهمية قصوى في الفوز بالوظيفة. والله إذا نجحت في هذا الاختبار، ولنفرض أنه اختبار السمات الشخصية، هنا قد تفوز بالوظيفة. يجب عليك عزيز الطالب أن تتدرب عليها قبل التقدم لهذه الاختبارات، وهي تشبه تقريبا اختبارات قياس. قبل دخولك لاختبارات قياس فأنت تتدرب عليها من أجل النجاح بها ودخولك إلى الجامعة. تعتمد هذه الاختبارات، أو يعتمد على هذه الاختبارات العديد من المؤسسات في عالم العمل، وهي تمثل الآن مهارة من مهارات الوظيفة. إذن تعرفنا عزيز الطالب في هذا الدرس على أهم النصائح للاستعداد للاختبارات الشخصية. أيضا تعرفنا على أنماط متعددة للاختبارات الشخصية. ننتقل الآن إلى اختبر معلوماتك. اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية. تهدف إلى تصفية جميع المتقدمين للوظيفة وغير المؤهلين لها. هي المقابلة الانتقائية. أحسنت. تعتبر من أنواع التقارير حسب طبيعتها، مثل التقارير التحليلية. أحسنت. تكون موجهة إلى الرئيس الأعلى في العمل لشرح بعض الحقائق أو عرض موضوعا. هي مذكرة المعلومات. أحسنت. أجب عن الأسئلة الآتية. ضع علامة صح للعبارة الصحيحة وعلامة خطأ للعبارة غير الصحيحة فيما يأتي. تحليل مواطن القوة والضعف في المؤسسة من أهداف التقرير. الإجابة صحيحة. المرحلة الثالثة من مراحل إعداد وكتابة التقرير هي البدء في كتابة التقرير. الإجابة صحيحة. أحسنت عزيز الطالب. املأ الفراغات الآتية. من أمثلة النماذج لبعض الاختبارات الشخصية هو الإجهاد في العمل. اختبار الإجهاد في العمل. أحسنتم. من أنواع المذكرات الداخلية مذكرة الاستفسار. أحسنت. ينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، هي المقدمة والجسم والنهاية. بارك الله فيكم. إذن تناولنا في الوحدة الثالثة، وحدة المهارات الوظيفية، الجزء الثاني اختبار المقابلة الشخصية وإعداد التقارير وإعداد المذكرة الداخلية و
الاختبارات الشخصية عند التقدم للوظيفة. شاكرة لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.